اليوتيوب قصر على الناس الكل، على الناس الكل، الناس الكل، جميع الكل قص عليه، جاو الكل رجعت نورمالمون، ما نعرفش شنو هي المشكلة اللي لا هو أعلم. يعني بيدي بيت بيدي صارت حكاية. شو اسم الغنية؟ اسمها لينكو، اكتب لينكو جي تي اي. ستريب ليه؟ لازم تكبر ترو بابا، مشكلة فيها راهو لازمك تصرف برشا فلوس زادا راهو على السيرفر، برشا فلوس كفبه بالرسمي، ناس بالرسمي تحب تعاون السيرفر بالبيان بالبيان حتى امور خلاص، خاطر راهو شوف راهو خلاص مش رخيص، راه يدخل في برشا، في برشا خسائر متاع فلوس، كي مش تخسر فلوس for no reason معنتها من جيبك تولي وقتها حاجة مش قديش عمري. عمري يا السلام هاني، عليكم. السلام عليكم. عمري السلام 21، عليكم. باش نعمل السلام 22. عليكم. مع السلامة. فماش خدمة يا صديقي؟ شنو؟
خدمة خدمة خدمة. والله لا انا عارف يا كرب نزلت بس خدمة منك، يعني. لا حاجة بيها ما يسرقونيش. وش دي فعلها هيك تخدم انت صح؟ خويا عم تنجيزه هيك تخدم انت هيك تخدم. اهو اهو ايجي ايجي او ايجي بابا ايجي. عندك ريبورت او لحظة بركة عندك ريبورت ادمي وارسي جوكل ادمي رسيت معك اسمعني يا الازرق، يا الازرق وين صار؟ صاحبك هذا ايه؟ هاي بي عنده ريبورت من عند الادمين. عندي ريبورت. ليش عملت؟ اسمعني اسمعني، كنت داخل العب بالفي من الاول عليه شو شايف شفت ايش صار زي شوف شوين والله ما نعرف بس يلعب ولا حاجة كيك، لكن قابلناه في الاربي سيسعد بالار هذي كرابتي وانا حرة الزمار. اش قولك في الكرب بالله؟ مش مذخمة مش باهية شنية كونيكسوني؟ عندي عندي توب نت وعندي يوريدو نستريمي بالزوز، واحدة نلعب بيها واحدة نستريمي بيها. والله ما نعرف زبيب رأي. ميرسي دقيقة نسكروا الفيسبوك نتعويو دقيقة واحدة. والله هنيك ما رجعتني يا برو والله. معليش بيك قلبك على اليمين، ياه قلبك على اليمين ملوطة ملوطة يا علاش تفجعت؟ ايش هيش اسمعني يا برجولة عندك ماكلة؟ لا يعني بدي ماشي نشري برشر. اشتري لي معاك اشتري لي معاك. علاش جبتك ونسيتك؟ والله اشتري لي معاك والله راك ما تخسرش راك واني قلت عليه باش نخسر كي ما نشري لكش صاحبي. ايش جحش بيك؟ خسرني اسمعني اسمعني ما حشتيش بيك اللي شعره روز جحش بيك. ملا ول ملا ريق يجبدي شوية فلوس. قد ايه عمرك؟ عمري 21. بيه مترو قديش؟ 10,000. توا ناخذ راديون ناخذ شي شوكولاتة شي قهاوي حليب ما حاجتي شبيه تليفون الناس ناسي ياسر. وحبيبي جملة وبالحملة برانيك شوكولاتة واحد. وين اللي حاجتي بماكل؟ ايه ايه سي حماد انت ايش اسمك؟ جامبيانا جامبيانا بلي انت سي حمادي؟ ايه بلي تو سي حمادي بلي انا 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 من قمرك من لون البشرة فهمتني؟ ريقنا سي حماد. كيف يبصر ريق؟ ريقنا خويا لبسنا الصبور لبسنا لبسنا لا يا خويا لبسة محترمة ديما كيفاش؟ عندي البش نتاعي نتاع سبور كي نمشي نعمل سبور خويا. نزلت جديد في المدينة. جا واحد مازلت كنبط انا براكيني مازلت كي وصلت. اسمعني وي انا راي اقسم بالله فما برشا مفرخ فهمتني في السفيرة مش عادي يجي يقول لك زيد يديك قال لي عندك الحق عندك معايا في بيتي لا نعرف ولا يعرف. يا خويا اي السلام عليكم خاطر تكلمت حاجة خارج المدينة وانا ما نحبش نسمع الحكاية ده ظن. باهي دقيقة سي حماري يا حبوب حياتي عارف برا خذ ماك قال له السيرفر قال له السيرفر يلا بقى معايا يحكي نورمال ما يقول لي المدينة مش يقول لي السيرفر.
ايه تحلي سي حمادي وين مدير سامحني تفضل توينك قالوا لي ما تجمش تبركي من غير حتى سبب صحيح ولا صحيح هو بركاني من غير حتى سبب ومزت فيها بطل المدينة وبركاني في 10 ملايين فلوسي كل نتكلم ناردو كلمت عملت ريفور عملت ريفور من نامس اليوم وما جاني حتى ادمي بالك شي لهين شكونوا اللي بركاك والله لا نعرفه حتى هم نجموش يعاونوك يبركاك فهمت ايش ايش اقرب لي شوي شو اسمك انا اصلا ما عرفت قعدت منتف في اللعبه شو اسمك شو اسمك ما عادش تقول لي باللعبه قول لي مدينة المدينه سامحني لا ما هي برا الله يرحمك يرحم والدي عايش سامحني انت زين سمح سمح كلام مش يقول له حل لايف والله يا خويا مانيش انا نحكم فيه كان مش حل لايف هو حل لايف انا ما خويا ما عنديش نمشي نقول مش نمشي له معناته في الار بي نقول له بلاي حل لايف ماشي ار بي هذي قداش تجري الكهربية هذي؟ أنا مش برشا هي معنتها تجري 200 حاجة هكا هما نورمال ماهو برشا 200 لا جي تي ايه لازمها ديما ويترا مش كترا خوي الغالي كان تعرف كاركتيري وتعرفني انا شكون بالرسمي راهو ما نقولهاش هذا يور ار بي جملة راني انا ما نقولهاش يا نعم طلع عليك يا عشرة سلتي والله العظيم لا تحش سي حمادي اش تعمل هنا سي حمادي هيك ضربتي كرهبتي توكا عيب عليك والله عيب عليك شنو هي البيومة ذي سي حمادي منين جبتها البيومة ذي كرهبتي لحظة سمير لحظة يا رجعت خليها كش هذاك عنده معسكلة في الدرمة عنده معسكلة في الدرمة هي ايش عامله يا سي عشر سلتي شوفت سي شفشه حب يخطب لبنيه راه و وش ني انت قدمت استقالتي قالوا لي قدم استقالته سي حماد لا مو استقاله طلبت شنو طلبت طلبت تاني ناخذ فتره نقاه من حقك سي حماد ايوه اش بيها سي حماد نمشولو نمشوا له سي حمادي ملا ليه كيف يتعدى يجري حتى بشي زمر يقول السلام عليكم ليه قدرش البيام ذي الكل عمل لي كلمة شعب الضوء والله شا حاس فيها خنان انا ما دمشي من هنا سي حمادي ثنية ذي اختير اخذ كيفاش اختير اختير ثنية ذي سي حمادي وقت عرف ايوه ها وقفرته تعشوا ها فوق اوه ميسا ذي سي حماد شو يعمل لي ميسم كربة ذي سي حماد ولا ما نهار ايش ايش تبيب ايش تعمل يا اخي بالكربة بيرسونيل متاعك كيف
ايش تعمل بالكهرباء بيرسونيل نتاعك؟ مش تمشي مبدل تمشي مش عم توزع على الخدمة. تحس وتكبس وليه وسيبها ومشي على سجيل بعد رجع على لبس كرتبه في هونغ كونغ. ناي وكيف يا سي بديل سنين مش تعمل تو؟ انا والله انا عرفت انسان في شفشف يمشي جيل مدينه قال لك مش يعمل في فاكونس هو وسندس خانتني معاه فهمت؟ ايه نستنى فيه يمشي جيل مدينه باش نتفاهموا عليها باش نعملوا طرح بوكس عليها كيل بيومي سي حمادي عليه شفت عليها راسي تضرب في الطابلو دبور فهمت حلت لي غرستين بلا هزني للسبيطار تو سامحني كها شو نعملو شو نعملو شو نعملو تريح بوكس فهمت انا وياه واللي بيشغله في البوكس حليله حتى ما تعرف اللي بيجيش خطبه لازم يحامي عليها صح ولا لا؟ صحيح معناه لازم يكون معارك. اما المشكله انه سي سفش سي شفشه معروف معناه عنده ناس باقي. عندك الحق. وين سي الشملي بالله هاش تي بي كلمته على شويه ماكله وما نستنى فيه تو تستنى في شيء والله اقسم بالله تعذب حذاء يقول لك انا عارف شوفه في الحومه عندك شي نمرو وين حوم؟ ليه ما نعرفش حوم يا سي حماد امريك برا نيك يعني انا نعرف الحوم تحشي فيه ترى هزمي ليه هزك لا ترى يا اخي حومتكم رشي رشي عندها قرن في بالي ما نزلوا نطيحها حد ايه الحاكم طيح ليلي عمري ما ريت واحد حاكم يدور غادي سي حمادي يقبليك بركة البارح بركة وانا اقوم في حركات ناروتية ودي بعت الحارس الكل جيكم رافل يا ودي انا يعني البارح على البحر سي حمادي باي وينو بلاي كلمهولي يا مش نبقى لاني كلمه شو بينا ولينا لنا سي حمادي ايش صار عليه شيخي نحن وين تحكي بالرسمي وال كنت راح قدام جيليري زي قدام بالرسمي والله قدام تاع ديامو والله واتفاك والله ما في بالي في مقبي كانت نحن نتحرك ورا الزبي عينيك عينيك يا محاج عصبك كونيكسيون تاع تونس تبك يا ودي اسكت بومش لحكي تضام جو برو جو برو اي حتى برا من جو برو ما نحبهمش لحكي تضام عندك الحق سي حمادي سامح مش مني ما يهزش سي حمادي هلا بحب شون سافا شكون معايا؟ معايا باديس موجود في المدينة شمل نعرفها بلاصة الكوكا يب وقتاش الجيف واي والله ما عندي حتى فكرة انت نقول لكم وي بالله فما واحد اسمه احمد دهان بالله هي. سخفني والله سخفني سي عمار اش بيه لا يبعث تويت كتب تويت قال بالله برسمكم راني معسكر في بلاستي عندي في خير الدنيا في التويت كتبها السلام عليكم ني انا شن دخن لا 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 شو عليه بيقدم موصف سلتي سي شملي فما شي ريحته سي حمار انا مشو للحوم وقلت تعرفها برا مش الحوم بعد كي يشدوني غادي يطلعوا جماعة لا لا تعرف جوكر قبيلك اش عمل لي براكاني وما حبيتش نحشيها له راه مال حاك وكان ما لي مش لابس ماسك جوكر براكي في سي حمادي شوفت من غير ماسك ايزي وبعد لبس ماسك وعمل فلومة وكذا وجا الحاك مكرتش عليه و... عليك ظهرك سي حمادي مهبول ما حالة مش تبعنا روجوك على فكرة رو مش تبع سلتي تبع بن علي يا سي حمادي ايه يا ماما سلتي نحن خدمتنا نظيفة يدور معانا صحيح هاي عيط له ولا هبط برا طق عليه باب داره هبط 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 هز يديك سي حمادي نبت نهز يدي يلزمك تموت سي حمادي بالله لا شيل حمتنا سي حمادي تعرف السمسار ديار وليت طيب براسي سي حمادي نكس نكس عم تنقيز عندك شكل عندك لوبان انت في بالك اللي انا ما عنديش سلاح سي حمادي خرجت عليك صبعي اي جي سي حمادي عندك لوبان راك سخ سكر كرهب
تموت بالجوع. اي نسيت والله نسيت شريت ماكله ونسيت ما كليتش. سكر كره حماد. حماد مش موجود. حماد يطلع شي ميت اوفر دوز لداخل قلبي. قلبي ما قايل لي خير. حماد مش موجود. هو لا لا ضل لي ميت اوفر دوز لداخل تعفن. حتى كان فيفا مش ريح. ربي يهدي ربي يهدي. لو تكري شي دار ولا تشري شي دار. انا نشري دار عندك الباكو. البيع ابيك تو جي نخطب بنت. عندي الباكو تشبيك سي حماد. عندك 700 رخص دار. انا قلت لك سي حماد شبيت له تبدلت اللغه. والله يا سي حماد يا اخي الدنيا ذي الزب يقول لك ساقطه على الاخر. كان جيت عندي 700 مليون باش نجي نخطب بنتك سي حمادي. اه وش ايش بيه ذي محاول الطيران. عندك شنقومه راس حمادي؟ لا لا مش شنقومه في المدينه بكل ملا من عيني انا ذالي. يا اخي سامحني فش اعمل هذا سي حمادي. والله ما انا يلعب في الجولف الكهرباء تقا. عليكم السلام سي حمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبيك خوي بشتير؟ شبيك بشتير؟ نتعلم في السيخة خال. تعلم في الطيران؟ معليش الشرطة انتي؟ اوه 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 تاتي اقدر من فضلك. احترم 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 من فضلك. تعرف شكون هذا سيبي الازرق هذاك؟ سامحني السيب الازرق. صحيح خاطر انتم سيفيل من يشرى فيكم مونتيني. هي ليه ليه ما انت جيت ننصح فيك. ما انت رد بالك رد بالك على روحك خويا. لا 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 تعمل اكسيدون ولا حاجه. جينا نبو فيك مريق لعايشك الاخير نبك وليس لما انت. لا 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 تنبهني انا ديجا جديد في المدينه هذه و سحمد. وي البستيني البستيني شنو طبعا طبعا هاي نمشي على روحي انا. برا سيس راك معاش كتير معاش كتير. شو فما يا يا سي سلت. والله مش مني سي حماد الكهرباء الله. عندك كرومب تقريبا في ترنتك عندي كيف ليخ. والله ظهر. شو قلت لي شو قلت لي؟ اه وشوشت لك قلت لك البس التيني بتاع وقلناش بكم ماكم بصحيح. هو وليت سمسار ماك. تعرف عندي ورثه اخوي خليها لي الوالد. تعرف اسم حمادي إيه كبير معناتها سي حمادي الاسمر معناتها من عائله كبيره. قالوا لي خلي لك 500 مليون برات سي حمادي. منين جاي هذا؟ يدي ليه خلي لي ديار ممتلكات معناتها. اه هو عاد وليت مسمسر فيها. ايش رايك تعرف تهز يديك سي حمادي؟ صبعك المره هذه ولا بيش؟ ماي في المي دقيقة وين راي؟ وريني هاي شناي؟ هاي قول ياب تهز يديك. هاي ياب تهز يديك انت هاي اخي فما سمساري حاوز بسلاح سي حمادي. مانيش هز عليك صباع. اي ذاك سلاح سي حمادي وحيك حلوش مريك. مش بك عامل لك كربة في مي سي حمادي ممنوع راه. ممنوع عليك انت لمنو على مع العبيد كود حماد مش خير من وزير هو. يا اسمع اسمع الزمار اسمع شنو هي ممنوع بريق الحمار يخدم سمسار وزير بوليس كل شيء كل شيء نخدم توتو وخطاب ظهر لي انت زاد باش تخدم ويا شيخ في خطبتي انا تسمع هي بنتك سيد اه سونس سونس يا بربي انت سميتها سونس. والله ما نعرف منين جاني بس شنية قديم اسم سوندس ها؟
لازم تقول عندي 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 معاه سونز. كنت واحدة في المدينة قبل اللي اسمها سونز. اي انا قد كنت تخدم ستريبتيز في اليونيكورن. اي في حالة التسيب ذي في الجسير. عليش الكرهبة وانا اقول لك ايه مش تغادر يا انا ستريبتيز. انت مش تغادر ولا انا؟ لا لا انت انا مغادر. اي بتاب هنا وتحب وصل. اي ليلة الامريكا برا. اهو اوجي اوجي يا سحمة دي شم وين؟ اهو كي يكتب خاعد يكتب. وعليكم السلام. مش فوق كرب البيعة. كرب البيعة لي ما عنديش. عندكش نمروها؟ جاي بتفصحني سحمة. كل مرة بنمره ذاك سحمة. اتعقب. فهمت. اي برا سي حمادي نيلتك زين. هاي نيلتك زين يرقد بالبيان. ها شوي شوي ليه نعمل دورة عاكلة للولاد ننظفوا لل الكرابة الموجودين هنا. وانا كرابتي كسرتها هذا جديد قتلها للمصرانة متاحها. سحمادي يا ودي يا ودي ما قاعد نتدرب باش ننظف شوية الكرابة. برمش اللوج برمش اللوج عشان شبيه مستان خاطر مش معمول لها انشور يا زم. مش حاطتها في السيرفر بون سي اف جي تقريبا. شوف ثبت من تشيك كل من نول. ياخي بلاي قديش فما من واحد في الميكانو صفر. تحب ما يسيم معناتها فما كراب مطيشة مش سيبوزي يكون برشا ميكانو برشا يسو علينا كل قربج هذاك الكل الامباوند. شوف الشم باش نعمل شو ما نعرفش. تكس لي كونيكت يعطينا الزايد الناقص كل شيء. سلام يا لي بشوي كرب بشوي راني شاريها بالفلوس. السلام عليكم. السلام ما مستاش كرب سي حمادي. ايه مسيتش مش 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 عامل خويا غالي. هذا انا كوكا وكهوسه جوك باهي كهربتك هذي. هاي شريكة قد ايش هما يا اخي؟ حكيت سبعة لا يتحفون شبيبة شبيبة برقشها برقشها تخرج مزيانة وعملوا تنظيف اخوي غسلة يغسلها كرابتك بالله ولا عيب عليك.
إذا برك كنت في النورث نخدم هذا. فهمتك فهمتك، تبيعي ماك تعرف. هاي برا خليك خويا غالي. مرسي حبشون على ال 5 دولار ولا مرسي بوكو. الولاد بالله نعرف توا نوبر صغير وكل شيء، عم بالله يعملوا طلع على شيء نحبشهم بالرسمي نهار كامل. خويا يهلبي في السيرفر، يهلبي فينا نحنا في كل شيء. خويا يستحق بالرسم. خويا عملوا طلع عليه وعملوا له ساب وكل حكاية هذاك من الكل، ما تقصروش معاه بحد شيء بالرسمي. انسان زبور على الاخر، باهي قلبه، باهي كل شيء، كل شيء جو باهي. وين مش مليته مش نعم طلع لك الكار ديلر ناقوشي عنده وك حاجة بيه يبني قصة كام. نحط شوية فن رحمة على روح الشهداء. يوتيوب مش موجود، نعرفش صارت مشكلة في اليوتيوب، الناس الكل ما عادش نجم تستريمي. بعد ما نعرفش كان رجع هو يستريمي ولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تستنى في كالديرال ولا انت مو للموال؟ لا لا نستنى سي حمادي. اي سي حمادي وينك سي حمادي؟ يا دي وينك انت شام؟ والله الحمد لله سي حمادي، والله توحشتك سي حمادي والله. والله يلا لا يوريك ما يوحشك خوي الغالي، شنو احوالك؟ ذكرني في اسمك والله ما تعرف الذاكر على قد حفتريش بن علي. حفتريش بن علي لبسي حفتريش لبس عليك خويا. والله الحمد لله شي حوالك سي حمادي. والله هاني خويا تعرف خويا والله يسلم عليك جماعه في الجو برو الكل. يسلمك يسلمهم خويا ويرحم والديك ووالده. يرحم والديك انت سي حمادي. ايش لي احوالك؟ والله الحمد لله سي حمادي. باش تاخذ كهرباء؟ بلا باعولي كهرباء ما عطونيش المفتاح. ريت ما تونس كيفاش؟ لا 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 خلوا عدوا بالكوبي والمفتاح الكل مع بعضه. ريت ما هو لا مفتاح. اسي حماد اعطيني ناكل مش نموت. اسي حماد مش نموت تدلل. اي يرحم والدي. حال جو برو اسي حمادي. اي بقى اسي حمادي ايش عمل لك كومنتير؟ بالله حطني مود والله متشرف كي تحطني مود اسي حماد. اي لحظة بارك. وين شو اسمها هي الشيء نسيتها والله نسيت اسمها. عودي عودي بتروا تروا او دي ا اي جريك. ام في هاي هاي سي لا لا عندي كوش ما عنديش عليه بش يتفرجوا فيك مية ويش والله يا سي حمادي. هاي سي حمادي اي اها اوكي هاك عملت لك كومنتير سي حمادي. تذكرني شنو اسمك؟ اي حفتريش. حفتريش يرحم والديك سي حماد. ولدي وين هذا كارد ديال هذا؟ لا ما نعرف حماد يا اهل بديس. مبروك عليك 10000 سي حماد. يبارك فيك عايشك 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 والله يا جماعه متفاعلين معاك سي حماد. يا اي خدم على روحك سي حماد خدم على روحك. يعيشك خويا يعيشك ان شاء الله خويا بالحسد الى احسن الناس الكل زاد. اي اشتري له اشتري كهرباء خويا. ها اشتري له اشتري كهرباء. اخذت كهرباء هاي البر البر بيضا لونها البر. بعدك ايش بفتحها؟ اي تقال لا 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 عرش صار وخليل هو والحاج. ادي سي حمادي مش تحبوا على عبيد في الحاكم تخدم؟ لا يا خويا بورنا ماما انا راني مانيش حاكم هذاك عليه ميخو خويا فترة نقاهة. اي ارتاح على روحك ارتاح. حتى الحاكم راه يتعب سي حماد. يتعب الحقيقة يتعب سي حمادي. بلا باش نسألك حاجة كهو. اي فهمت بحكم انت ماكش انت تو في الخدمة سيفيل بين قوسين فهمت. معناتها واحد كي يعمل ثلاثة أربع سنوات ورا بعضهم هل ياخذ بان وإلا ما ياخذش بان؟ يعدموه معناتها ولا شنية؟ يعدموه كي واحد ياخذ يعمل ثلاثة أربع سنوات ورا بعضهم كي يبدو حاجات كبار على الأخر وهم شدوك متلبس. معناتها حاجات كبار على الأخر فهمتني. معناتها كيما بتاعك مثلا نقولوا بانك بانكا جولري قتل خطف عوان امنك الحاجات هذوك معناتك حاجتك كيك لازم بيتروا نتاعك زاد تنظف. فما بوليسية فاسدين لازم ينظفوا لك. ما تلزمش برحمة امك سي حمادي تنظف البيتروا نتاعك. لا يا خويا انا مش نفاسد. اي اخدم بالقانون. كان انا نكون فاسد ستار عليك ستار عليك والله ما ريتك عيني مش كي عينك. اي سي حماد قلت لك كان انا نكون فاسد خويا عاد على الدنيا السلام. اي عندك الحق سي حماد. يا برا ربي معك. عايش يا سي حماد. اي حما خاطر اكتشوف مرات يبدا يسبامي وما في شي صون اقرب واحد اقرب واحد اقرب واحد هو ان شاء الله نخلط. انا كبير عندي بدون حتى كما خلطش مش
يمشي يمشي. صبوا له شوي صانز. انا حاول الطحاني صانز قبليك. كرب نمشي نجيب بيسانس ونرجع. ايه مش نصلح عند الميكانو. انا ما فهميش مشكلة فيش ميكانو هذيك البروبليم. نمشي ندخلو للجراج سنترال نصرف عليه شوية فلوس وكاو. شوها به تك تك يا متكسر شيء. يب في الـ RP ولا CB يب. ما عنديش عليه نعمل زيارة فشعية على المركز خاطرني ديجا فترة نقاه. عم تنطل عليها من بعد هكا نمشي نعمل طلة نقول لها مش نحويكم كذا كل حكاية هذي كل ناخذ بدون مرة أخرى.
نظام خويا وانضباط باش ما يقولوش علينا كلوشارات، صحيح ولا؟ صحيح صحيح حمادي، مش كلوشارات، باش ما يقولوش كلوشارات. اي انا نستنوا خويا و... يحيى الاب، السلام عليكم. انا سي حماد. في الصف ودي الدز، راك الدز يا صاحبي، راك الدز بلا يخرجنا من الصف. هاني التالي، سامحنا سامحنا خويا، هاني التالي. هذا سي حماد خرجتوه، عرفت الجوكر شكون؟ يا جوك يا جوك تعال يا دبدوه با دبدوه. لا عندي شيء، لحظه عندي شكون شبك يجين يا دبدوه يا دبدوه، نادي لي دبدوه نادي لي دبدوه بالله. بوش شد الصف، هاني قدام الصف يا دبدوه دبدوه يا دبدو، خرجني من مش بيك انت ورا الباب حاصرينك. والله يا سي حمادي من بكري نستنى باش ناخذ سلاحي وباش نغادر، دزاني عندي قريب الساعة واني نستنى. خويا عنده الخدمة يا سيد، يا سيد ما غير دزاني يا اخي، شنية ما نضبطوش ولا شنية؟ اي عيش كلو شراتة واخر يا المعلم واخر. يا سيد بلا يوخر لنا ورا الصف خويا، خلي شادين معك الصفرة وعنا ساعة صح. بالله السلام عليكم زملاء. بلاي مسالش تخلوني نطلع الفوق، عندي في البير والفوق عندي شوية وراق نسيت، جي تعاوني فيهم. علي باه ياي نجي معاك مدى لا يتفضل حلي الباب. يا سي حمادي سي حمادي وي السلام عليك سي حمادي. انا سي المحامي اصطبر اقومك تعرفني، رابطة اولى محترفة ثانية نكور معنا بيه. بالله تو عندي سؤال، انا اخي ما تذكر دير الكل ولا محامين تو يدخل اسمه عبد السلام الحبسه اخي. انا مانيش كارديل مسالش نابط نشوف اللوطه. هي لحظه لحظه كيفاش جمعت الكارديل؟ مانيش كارديل ما لا لا كيفاش انا كارديل؟ كيف شنو جمعت الكارديل؟ لا خاطر جمعت الكارديل الكل لنا شوي. ايش فيك سي حمادي معك وزير؟ لا عندي فتره نقاهه، انا عندي فتره نقاهه. اوه شو هذا؟ شو السلامة يا سي جوكر. سي حمادي هذا؟ اي برجولية سي حمادي، من اللي سمعت انت باش غادر قلقت راني عندي مش نيا غادر وفترة نقاهة وكهو، ما انت فهمت باش رتح عصابي مخي فهمت ولا بالرسمي قلقت على الاخر، خلينا نخرج من الراديو ولا علاش يا سي جوكر شفم؟ ولا قلقت على الاخر. على فكرة سي حمادي ما كسرت لكش كلمتك اللي في فمي ذي، معناها سألت عليكم من وعندي علاش حطيت نقول لك عليه. عليه على خاطر لعبت تمنيك عليا يا اللي شعرك اخضر يا ملوخيه يا درشني بذيك نظر لي انا جوكير فهمت، مش من نقعدش نعدي في العباد على تقليل الاحترام. بالله دقيقه لا ما سي حمادي، وتوا اليوم حبيت نخدم سيفيل شاولت الكوموندو. بالله سي حمادي باش نحكي معاك في حاله نهار تاي دقيقه. تفضل سي حمادي مش احكي معاني. كان تعمل مزيه لا انا اي كان تعمل مزيه مش مشكل لا جست نسال سؤال كان تعمل زي صحيح ولا غلط، ما نحبش نقول لك الكلمه هذيك تعرف انت تكره. كان تعمل زي لا باش نسالك باش نعرف روحي صحيح ولا غلط باش كي يجينا روتو نحكي معاه. خفيف خفيف ما تخرجش بينا برشا مدين. واضح جيني شكون باش يشكي بشكون خاطفو كاين هم تحسهم يفرقوا فيهم هزيتهم زوز للجيور. سالت اللي باش معنى اللي خاطف قلت له نورمال نفتشك ما نلقى عنده حتى شيء، عادي تلاخر تقليل احترام. اي حق عمل هكا كتب اكتب في التويتر كلمة ادمين، قلت له معناها ادمين اللي هو تاي الاول. وانا عارش جو سألتك باش نعرف روحي غلط ولا خاطر حسيته كل كرز الراجل وعمله مصحاح، ما مش مشكل بيت حتى كي كرز ما دخلنيش معناها خدم في خدمتي. صحيح حقك راك زدت عاودتو عطيتو خطية تعطيل عول ابدرة. ما حبينا نحبش نعدي برشا طي خاطر برشا بيد ما عندهمش فلوس خاص مش غادي نعسي شكرا اي في بيت وزيد يسب في التويت معناها نورمالمون تو تهديد عون امن تولي. قال لي تا شوف شنعمل لك يا الاخضر يا الملوخيه يا دري شنو. وانا ما عندي عليه حتى ما عندي عليه حتى دليل، هو مش بدليش اسمي دونك شنو قاعد تسيك فهمتك. بما سالش نعبد اللوطه السلام عليكم
ناسي وحبيبي جملة وبالحملة. برسم برسم نسي جاك نسيت شو اللي يدي تفضل دون نحكي لك اللي فيها سحمد. وشني خدمتك تاو؟ والله ماك تعرف عندي الورثة متاع بابا وامي فهمت. سي حمد انا كنتي وزير سابق مازلت عندي شركة ثقة وندخلك ما ليه مانيش سابق راني مازلت راني نتو لحد الان ما خذيت معناتها كيما نقولوا نحنا بوز صغيرة معناتها وديجا مصح فيها الوزير الوزراء ومعناتها وزير الداخلية عملها بوز صغيرة معناها من ماما ما تشاورنيش على التلامت وتخلوت اي اما معناتها الخدمة متاعي ماك تعرف موقف تو على الخدمة باش ما نصيرش خلالات هكا ولاك ويزاد الحاكم ماك تعرف واضح واضح سي حماد مسيالش يفضل سي حماد لا لا مسيالش سي حماد دردارك ما عندك انا الرجال سي حماد شكون اللي هنا في شيار اللوت هذاك عبد السلام سلفي ايوه يا اخي مش ماخذين انتم القضيه ما هو المره اللي فاتت كي وقفناه صار له خلل غادر ورجع جانا اليوم يا سي جوكر في بالي مش ماخذ انت جاي القضية نورمالمون عنده مشكلة أخرى مع عامل أخرين سي حماد قال لك في الروا نتاعو فما عاون فسخوا له ديجا عندنا عاون فيسد قاعدين نخدموا عليه نطيحوا اي بالله بيكم حطيتوا بها راس خدمتكم بهذه خويا بالعكس سي حماد يعني تبع عاون فيسد اي نعرف نعرف اما خدمة موال الحرس معناتها باش يتحروا خاطر مش مفاسدين فهمتني انت تعرف الحكايه اللي حكيت لك مره اخرى سي حمادي اما يعني. الحكايه هذه معناها قرف شوي خطر تحسها بالرسمي معناها الحكايه انت بازرك فهمت دونك لازمني نخدم عليه لازم لازم بين قوسين نعرف شكون اما ما في الفيلم ما نعرفوش شكون اي لا بي لازمني نخدم عليه وما نجمش نسمع شويه الاقوال اللي يقولوا بيجي هاسي الشمل حر المطلب تو يا ولدي حابس هنا قالوا حر المطلب اني ايدي زرفت راه اني ايدي زرفت اني بريء من هالبنيه ذيك راه والله حر المطلب والله باش نيكك بكفه شتا تصب عليك انت حر المطلب بس الشمل لا يجدني هون يا سي الشمل تسمعوا فيهم ولا يا شباب قايد يعني اعتديت بالعنف على عندك الحق جوكر ميبون شوف اللي ربيت نجم تقول عليه اللي تحب شكرا من الربيت والله فركس سي الشمل ديخ نشوف سي الشمل ما فضل بار قاعد نقيد في الدفتر نتاعي شنو قادر عندك الحق ضيع عندك حق قايد اعتداء عليه اما سي الشمل روى اي نعرف اللي هو قاعد يستفز ايوب يخدم لك راهو هذاك يعني فركس فيا قال لي فركس فيا يخدم لك بالبيان بالبيان زين فركس تشوف فيا والله ما قاعد يا زميل هاي لهنا قايد سي جوكر قايد للموكل بتاع قايد لهنا تشكيك السلام عليكم ناسي وحبيبي جملة وبالحملة وينك عم تنقيس صافي دوك هذا الذي نكت طب تربي القضية مربوحة اعتدوا عليك في المركز وعنا الكاميرات فركسوني هكيك والله عنا الكاميرات صور جونا به ربي يفضل لنا الجو برا بعد مشو غرفة المعلومات تاعي نشوفها الجو الجو برو تصور جو نبي تنجمش لو هاي ما تنجمش تتقوح بنعرف اما تنجمش اذا كنت تسمع ربي قصد دايجي فيش تعمل 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 فيش بعد هزيدك هزيدك شو فركتك نايك يا ودي فركتك باش نعاود نفركس فركتك يا ودي قاد اي اصبر تو نجي ما عنديش حق نفركسك انت ما تبديش تستفز فيا كيك تحسبني بهي امشي ارخف لي يدك عاد خم فركسك ما تبديش تتقوحب على الزب زملاء يعني درت الكاس تحب فركس بالكرافت ايش يعمل عندك انت يا نب يا زوجي خدم معاه هاي عديله عديله قضية ذي قضية تدخل فيها قضية ربانية إذا ما عندكش الحق تحمل أنت المواد ذي بتاع الفينيرو وأنت ماكش تخدم في الفينيرو المعلم برا شوف هاي يا بش تو قلت نعلم المحامي يا ولدي تحول فيا راني اسمعني اسمعني خوك السلام عليكم سلام اسمعني راه الجو برو خدامة ومعروف بلاي
يا سي سحميقي انا كنت صحيح ما عنديش الحق مع انت كل شيء، اما كنت في البيت هذيك مع انت دخلني سي جوكر قلت له باش نسلم على الاولاد عنده قضية، بقيت نستنى كل شيء اما دخلت خاطر السيد مازال كيشري سمعت بيه ما انت مازال كيشري الفينيرون ما انت هو الشريك شريك شريك والله يرحم والديك فيها عجبتني منك هذه الفينيرون به برش خاطر احنا عندنا برش عبيد ماهيش تخدم به كي تحط العباد كفاءات كيف باش تخدم سي الشملي ما انت اش تعمل ماني باعت قال لي راوسي يخدم محامية لا لا لهنا سي الاسمر عاد انت حاضر قال لي في بالي سي الاسمر محامي ولا وشنية تو كيفاش ينجم يكون محامي وبوس تاع فينيرون ما عادش يا ودي ما يبيك خير نجم نشوفك ما عادش ولا ما هي شوف على روحك ما في وقت الفراغ خاطر احنا في المدينة ما عندناش يعني خدمة وجنرال شكرا لا دخلت ربعا يا حاكم راه وتزيد دخل انت في الفينيرون ودخل لنا برشا بيت تولي امورنا به برشا ما تقعد ايه كيفاش في عندكم جديد يا سي جوكر والله بالنسبة لشنو واش عندنا جديد؟ كل شيء انا سي حمادي مانيش نخمم في جديد عندي افكار نحب نعملهم في مخي كنت تسمع والله انا بالنسبة لي انا شوف تو ما عادش نفيدكم في حد شيء معناتها حاجة لا شوف عندي افكار اخرى عندي بجلي جاب عفلك في التطبيق وفسخت علاش ما تشدوش كل مره واحد بالزوز ولا حتى خمسه نعاودوا لهم الوايت ليست مش نحيوها لهم نعيدوا لهم تطبيق ونفسروا لهم الار بي من الاول للاخر وش معناها مور ار بي وكيفاش ينقصوا لا الحاجات هذه ما نصورش انه تو كان نحكي خاطر قلت لك قبيليك ما حبيتش نقولها لك اما حال جو برو راني قلتها لك فهمتني هذاك اللي قلت لك حاجة انت تكرهها معناتها في بالي فهمت تنجم تواصل مع عاش الدور بيا هذاك علاش بعدني بعدني يا خويا باش تقول لنا تو على العون الفاسد يا اخي قاعد في السماء الزبي تعمل في السحر ولا شنيا انت؟ قاعد في السماء قاعد في الكرسي يا حاج قاعد في السماء استعمال السحر استعمال السحر في المركز استعمل السحر في المركز هاي شو عندي نقطي سي محمد علي قاعد بريق ولا كبروتش هك ولا يا سي والله تقول لي انا ريت يا ما اسمع تقول لي جو برو مره اخرى لا محامي لا الزب ينعفس لك على خليقتك لا واضح ولا ما تعش تحب ناس مع جو برو تاع الزب ذي وخلل في ترمتك ما بدش تشد الزب ها يا اخي الكاميرا سقنية تمشي راه هاي جوني جيت انفسر شنية الكاميرا قال لك هذيك تمشي هاك اللي وراك هاك هاك اللي وراك اللي وراك لا لا خاطي هذاك ما عدالوش عدالوش 42 عدالوش 42 اقعد ورك هو كي بعد من الزون خنشور تبان هو مجمعة المافيا هذاك خاطي شافي من ابي الحكاية الاخر على الاخر ما غير ما توجع على راسي وما غير ما توجع على الراس يخدم على روحه وعنده برشا خدمة يخدم على روحه عنده برشا خدمة على الراس والعين ينجم يستعرف لي تو هو بحاجة واحدة نحكي عليك انت عندك برشا خدمة باهية وسيمة هو يمشي يقول له يستعرف لينا بشكون السيد اللي ينظف له البتروا خاطر اذا هي حاجة ثابتة عليه والله يا جوكر خويا الغالي راه واني المرة هذي باش نتايم اوتيك المرة الجاية تعمل بيه بك ولا خويا راه نتصرف معك المرة الجاية راه نتصرف معك ما عادش تعمل بيه بالشيان نتاعك في شيان واحد اخر راه عيب واكبر عيب نجم تطلب السيد هذاك في البريفيت كلمه خويا تبعث له ميساج كذا كان يحب يعاونك معناتها هو اللي يحب يعاونك خويا بمعزة معناتها ما فيها بأس. عزيز أنا مش مش نعملك شيء مرة هذي ما عادش تعود. أني خويا تايم أوت. صديقي. نقدم لك نفسي سي جاستن. إنسان كريستيان أي خدم يخدم جيم. خذي سمعت احكي لي زميل على القضيه نتاعك كيفاش البترو نتاعك انضافت انت تستعرف ان البترو نتاعك انضافت وكنت مسخه ولا لا ما نعرفش اي هذا واضح سي كوموندون البشر هذي انا كلمتي نقولها ونتعدى على روح البشر هذي البترو نتاعو كان انتم مشاكين فيه كانت مسخه كانت مسخه متاكد منها هذي العطل هذي العطل نتاع خدمتنا نحن صديقي نحن نتحمل المسؤوليه ما عندنا عليه حتى دليل البترو نتاعو بردور اسمع فيه جوكر عندنا دليل واحد روح
ودليل المشكله ما نجمش يعاوننا بالقدي خاطر هو زاد باش يتسهل معانا البتروا نتاعو هو كان عندنا كان فما تسجيل وهو نفس البتروا هو ما يتحملش المسؤوليه اما الزميل اللي هو توا يقول لنا شكون اللي نظف البتروا اكثر لا اقل مسكر احنا مش شادينه هو واضح واضح شكون اللي نظف له البتروا هو بعد كي يخرج لابس عليه سي جوكر بلي تحل الباب اي اش قالك خدمه سي حمود خدمة باهية خلاص والله في لحظة توا ما نعرفش توا قلت لي سي صحميقي لي انا نجم يقول لي سبب لي مشي لبسي محمد لبس عليك اما زاد ما نحبش نقص سي حمد يا ريتك عنده مانيش ظالمينه لابوكا والله خويا احنا مانيش ظالمينه يكون معناتها يكون ما يخدمش حتى خدمه اخرى ما قال لك معناتها بعد العمل يعني معناتها لا هي مشكله تعرف شنو هو محمد خلاص شو بدي اسوي هاي بلح لي باب تفضل حب نوصلك لفوق سي حمادي كنت عم زي انا بتعرف بيبان فماشي شويه ماكله وما سي محمد والله مشينا تاك كلامنا شكون يمشي يشري انا مصبح نستني انا بدي تاكش نمشي نشري ما عادش عندي جم سي حمادي هذا ما شوفه هاك الزي نتاعو هاك فما عنده مينات وكل شيء شنو هاك الفلوس كنت تدز فيها بعجله فلوس هاي انا فلوس ندز فيها هاي كنت تدز فيها يا مان مشريت سياره ب70 نقرا هذاك ديجا سي حمادي يا سير كوموندون لا لا ندز فيها لا شيء نخدم على روحي حبراني نحب نغادر ليه شوف معاه زي سمحهم شفبه عنده سلاح ولا شنو نحب نرجع ناخذ سلاح يغزل لك مشي تنظيف لا وين هي كربتي الدستور نتاع فرنسا في مجمعنا صافي مش واحد حكم يخدم زبي بالحمي في فمه صافي برا 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 سي حمادي برا سي حمادي استبرق لا خلي حالك استبرق اللايف نتاعو ما يرجعش لتالي معناها صديقي مرة جا ريبورتي بك انت ال 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 بتتفرج في شنو انا ما نحبش نسمع الحاجات هذيا يا كربت الشملي هذيا يا تي بخبي كرز نقطع خاطر ما نحبش نسمع حاجات ورا البيت برونتو يا حمد اهلا السلام عليكم وعليكم السلام يا حمد قبيله صارت عاصفه هزت كي جيت نشوف الكهرباء نلقى المال فارغ كلمت سيناروتو شملي شو مدخلني انا وانا شو مدخلني نحكي لك ميسير تفضل ما تخرجش بينا من مدينك ها لا تهنى كلمت سيناروتو شملي رجالي اشتر الماتريال قال لي هذا اللي نجم نعمل معاك صارت لك البوغ والسيرفور تعب شفت كيفاش خرجت معناتها سامح نسيت هكا مزيانه افتح يا سمسم ناكت الكهرباء ناكت عندي يعني باش نشرب بركة على زنب نشرب
نمشو للبيرو نتاعي. استنى يا معلم. عليكم ومن حشي معك. يا معلم يا صاحبي يا حبيبي، لا ترش في الزفة السيد. سي حمادي ولا فزدوج مئة لايف سيرفر. خويا وعليه فزدو ما فزدوش؟ ممكن فما حاجات بسات صارت. هي مش بسات، اما فماش في البي اس كات ليري. اهلا سي حمادي، اهلا بيك. تخدم جرمك دم ليه ما خدمش، خاصة ان انت اللي خدم الصاحبي. بنروح الصاحبي ما يعرفوش ريل استيت، خلينا نمشيو نعملو بلاي بي فك الجارد سنترال، قولوا لهم يجوا يكرو. أي السلام عليكم. السلام عليكم. تكري دار هديه 3000. اوه يا حمادي، شنو هي 3000؟ شنو هي 3000 فلوس؟ يعني نكري صاحبي دار باهي. يجي نحلك انا كي حمادي. قديش الكرية؟ قديش 3000؟ 3000 وحتكشر 5000 انت والدار. قديش المدة؟ المدة 24 ساعة. بعد هذيك تتخلص اوتوماتيك ولا تجي عندي نحيلك معناتها الخلاص، نحيلك معناتها الكري. غالي 3000 سي حمادي. فما شكون يكري ب 1500؟ بالله لا، فما شكون ب 1500 خويا؟ برا نمشي له. يدير نمشي له هو سليمان. هيك هو مال، علاش تنبش فيا ونحب نكري برا خويا؟ هيك سي حمادي. لحظة برك سي حمادي، سي حمادي عندي مشكلة. اصلا ما نعرفش، ما نحبش نعرف. بلا لحظة يا سي حمادي. وي اسمعني. كنت تو في الجراج فهمتني غاديك مع 3 عوام.
كراشيت لي الجيم فهمت. استغفر الله العظيم يا على خيرك. شنو هي الزبي اللي نقابلو هيك يخرج من الار بي سايبو الزبي عاد والله بديت نكرس الزبي نرجع حاكم خي الزبي مفهماش هذا يحكي ورا البين يمكن قصت له الصر انا ارجع نسبي المركز والله يا حبي ولا الار بي كان في المركز يا زلمة نكرشت الجيم وزبي ولمي ترمتي السلام عليكم الا بيام صح يرحم ويديك حمادي وي نحبوك يا سي حمادي حتى انا نحبك نحبوك زين يا حمد سي حمادي كبوا بلاك انا يا سي حمادي مرحبا مرحبا على السلامة على السلامة والله كان جيت زي اما مش كاينك لابس مش كاينك لابس تيوني مش متاعك السلام عليكم والله يا سي حمادي خدمت زبال وصرفوا مني 6 ملايين وتنكت وحبدي عليك شنو خويا نخدم زبال سي حمادي صرفوا مني 6 ملايين سي حمادي شنموت بالله يا سي حمادي والله حتى انا شنموت والله حتى انا شنموت اي والله سي حمادي حل لكل المشاكل والله سي حمادي حنين اعطيني سي حمادي ماكله شوي ماء اعطاني قهوتين معطيني خبز تين نعم القهوه يا حمد سي حمادي يحييك سي حمادي يحييك يا عمي سي حمادي سي حمادي عندي مشكله سي حمادي اسمع انا باش نولي نحط قدام عيني هكا اي مشكله خارج نطاق المدينه راني نمشي من خدمه مش على مشاكل هذيك عندي فصل. مشكله نجي نحط القهوه باش يشربها ما يحبش شكون يمحبش تقصد انت يديك مرخوفه شويه ليه والله ليه بالرسمي يا سي حماد بالرسمي نحكي معك نحاول نصلح لك فاش قاعد تقول يا معلم تبني نقول لك ما انت اهدي اي انت تعمل ميوسكل F2 بعد تعمل ميسكل تهز للقهوة معناتها كيما نقولوا ما حبش يهز هكا كي ما حبش وتعمل ميسكل يوزرة ما حبش يهز هكا انزل على ميسكل F5 انفنتوري بعد تلقى قهوة F5 ايه نكذب اللي خارج منه ما ننظفهم بالواحد بالواحد السلام عليكم سلام سيستبرق بلاي حاجتي بيك انا بلاي استنى خلاوش فماشي واحد اسمه استبرق استبرق لا فما كان انت تقريبا فما كان انت تنور ماما ولا يا جوك يا جوك عندك ماكلة دينا اسقينا خمرة شوي ماكلة وما خمرة لا تحب تشري دار بوليس ولا تشري دار نحب تكري دار قد ايه 3000 في النهار فما ب 5000 3000 النهار 3000 النهار نهار ولا نهار اي نهار نهار 24 ساعه 24 ساعه بوقت المدينه لا 3000 اي بلاش فلوس ولا سي حماد ولا بلاش فلوس دي برا دي بحر هاي اخويا هاي كان عندك كهرباء يجي تبعني كان تحب نهزك راسك وي والله راني ما تبرتش خدمه تو سي حماد الزهر خويا اش تخدم سي استبرق هنا نخدم في الجمرك ايه دخلوا جمرك ولا لا ما يحبوش يخدموا في الجمرك يحبوا دخلوا تخدم جمرك نخدم كل شيء هاي خدموا في الجمرك هاي اخدم جمرك هاي برا هاي هز معاك هاني ماشي معاك هاي يركب معانا هاي ما تفسر ايش نيه الجمرك برو تفسر نقص 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 نمشي هسي حمادي لازم لنا سي حمادي محلاها كرهبتك سي حمادي يا حالي ايامك عايش فلوس الشعب فلوس الشعب اي انا من فلوس شنية لكن مش مش منه فلوس والله الشعب والله العظيم تعرف انتي الاخطاية قديش ولا ايه فلوس الشعب يا ودي باه اسمع كل يعطي فيهم الاخطار دولة يا ودي عنا في الخزينة راهو برشا ايه تو سي حمادي عندكم مركز في الشيرة الاخرى سي حمادي هلا ما تخبطوش فيه امن يدي فيه امن يا فارغ مشيت للبارح ما هو كي يبدو مستحقين الحاكم مستحق للحرس يولي جو الحرس معهم ايه تنجب تفسروا لي شنية الجمرك الجمرك اخويا ذي اخويا فيها دخان وكل مواضيع ذيك بيع
تمشي تخدم خويا، تمشي تلمد خويا الدخان والحشيش نتاع الدخان وبعد تمشي تبيعها. وقداش نخلص اخويا انت والخدمه نتاعك؟ كي تبيع خويا اللي الالف مثلا، كي تلمدهم خويا وتعمل لي التريتمون تخلص عليها 7000، فهمتني؟ تلمد الف تعمل لي التريتمون تصور انت، ولا كالعبيد كي تجيك تحب تشري دخان خويا ارفد كيما تحب، عادينهم فاتوراتك خويا وارفد كيما تحب، تحبش تقول له سيجارو ب 100000 قل، اما معناتها راه ما يشرش ما عندك، معناتها تعطيه ب 100 قل له سيجارو حاجه كيكه ولا ب 50، فهمتني؟ وين تبيع؟ وين ما نخدمش فيها او سيستبرق يخدم فيها، اما والله حاجه نظيفه راه خير من البطاله صح ولا؟ البارح كليت بان سيد، ما شوف خارج المدينه خويا تخرج معايا راني نمشي على روحي نقول لك شنو؟ ما تخرجش بينا بالحاجات خارج المدينه. انا نقول لك ناس سي حماد سامح طار عليك سي استبرق برا برا استبرق، خذ حقك، خذ مليون ولا اثنين ترى اي اي قد خذ حقك اي فدلك فدلك سي حماد يهديك. نجم نعرف هذا شنيا سي حمادي؟ شنيا؟ هذيا اللي تو انا ماشي لها شنيا؟ هذيا المحل نتاع التابا هذا. خويا لهنا ترد وين ترد خويا؟ انت سي حمادي؟ النيكوتين خويا ومعناتها والطبخ خويا كل حكاية هذاك الكل، هذيا خويا محل الطبخ. هذيا الجمرك. ما تصليش؟ نصلي والله شكون قال لك اللي انا ما نصليش، نصلي خويا. مالها كتخل مكان موحد؟ عليه يا ودي يا ودي راه نبيعوا دخان مش شراب. سامحني سي حمادي. ايه معرس انت سي حمادي؟ هي معرس عليه جي تخطب. عندك من ولاي يا هبين يا ودي جاي تحقق معايا ولا شني؟ ليه والله نسال سي حمادي وكهو. عندي 10 نساء كل مراه عندها 10. ربي يزيدك سي حمادي. الارنب ما عملتهاش هذيك. شنيا؟ الارنب ما عملتهاش سي حمادي. هاي بسلي الخدمة. قد ايش هالمضاخ؟ شو اسمه؟ توهاتي. توهاني؟ شو اسمه؟ اللعبة. يا ودي انا بعت. لعبة الزبي على الزبي على النومي نجم نندبهم الزبي في الجيم. استغفر الله العظيم يا رب. لو ما حبوا يفهموا اللي هذاك الكاركتير هذاك هما معناتها هو كي يدخل السيرفر هذاك هو راه مشكله فيش كي تعدي لهم وايت ليست. الوايت ليست ما ياخذوها كان بالسيف وزيد يبدا في الوايت ليست يبدا فيهم جوبه بعد يجي ان جيم يتحول تقول يا معلم عامل فوسكه ولا ما فهمتش. مش كيفاش ميطبقش في الرولز معناتها ميطبقش في حاجات اللي قاره. بس يا حمادي هو عليك البرا قد الداخل. لا ما تخافش جوي به. كي تتعلم تشد فمك تو نعود نبقى. لا سامحنا سي حمادي. صحيح سي حمادي. هاي توري الخدمه سي استبرق. استبرق لوش. بيع اسمع. تاخذ. حل الجي بي اس نتاعك كان عندك حل. باهي حل الجي بي اس نتاعك. هاي هاني حليت. باهي ريتها من فوق على اليمين. على اليمين. من فوق على اليمين. هاكا بلاصة وحدها. هاكا كاينك ماشي شيرة المركز نتاع النار. أما اجي على اليمين أنت. هاكا تلقى جرياج ولا درا كيفاه معناتها. ريت فوق المركز على اليمين. شوكلاطي هاكا لونه تقريبا. حاجة مارون. فيك. المركز العادي. يا ودي المركز الفوقاني. الفوقاني الفوقاني. دقيقة نير. المركز بتاع الشمال. سي حمادي يا. وي. توا استبرك أنا ما تحبني سي حمادي. والله يا نحبك قد ما مشى الكلب حافي. نعز عليك ولا؟ نعز. تحسبني كي ولدك ولا؟ والله هو ما انت من الاسم نحسبك كي بنتي يا ما كان انت نحسبك كي ولد. تحسبني كي بنتك ولا؟ نحسبك اي باه. طب تلبي لي طلباتي كي ولد كي بنتك ولا؟ والله حق في المقبول ما انت. اي نحب قرض. قرض؟ قد ايه؟ 50 مليون. اش تعمل بيه؟
تنصرف فيه يا سي حماد. سي حماد يا جد عم نتكلموا في الثنيه نحن ماشيين. سي حماد سي حماد وي نحب على سلاح سي حماد. ايش تحب؟ هزوا سي حماد كرف كيف انا وش تحب شغال سلاحك اللي بالمية ذاك عارفش نطرده سي حماد. اي وكفى منصف يبيع في منصف الدجاج عرفتوا منصف الدجاج هو كيبيع معناتها فك الاسلحات بالمية ذوك تبلو يبلك تبلو بلو هو هو تعمله فركتين وكا وزم عكس ابونا جوك به. يا معلم هذا بها حتى البلاصه واللي تضحك ليه ما عرفتيش بيجي لي اجى اصلا معاه خلو فرد حطيه في جي بي اس يمشي ما يمشي سحمات يطلع حتى نشوف يعني الصناع بتاع طو شفت يحب يحل الكهرباء من يا دياب بعد تنط نطلع واحد كسر كيف كسر اطلع سي حماد يطلع بالله اطلع شوفني كيفاش نسوق وكهو وري في جي بي اس هل جي بي اس نتاعك كيف فما في الكهرباء جي بي اس. السلام عليكم ناسي وحبيبي جمله عايش عساب مروان اي هكا بعيده برشا ادي هذيك بعيده برشا هاكا عندك كهرباء الداخل برا هبط كهرباء خويا وامشي باش تخدم هنا هاي نجيب منها الحشيش هاي الحشيش سامحني سي حماد سماح غير الحشيش هاي وجيبوا لهنا الحشيش هذاك معناها طيب البر. السلام عليكم ناسي وحبيبي جمله وكل حمله اي تنامني نبتي بالصم وكذا ما عندي السلدي هنا يبيع اسلاح ربي عينك عاش خويا سي حماد ان شاء الله تشد الثنيه ريت من بعد ما تجيب الحشيش اسمعني هما ثلاثة ما راح تجيب الحشيش الطيب والداخل ومن بعد كتجيب هنا ترد الدخان عاش باهي اسمعني وتو شيخ معاك بالبريمات ها احلى عمر فيك يا عالي يا سي استبرق هيا يهديك كيما تحب انت يهديك سي حمادي هاك مهرس وتصلي سي حمادي عيب علي سي حمادي قلت لي تصلي استرقي سي حمادي برخدم على روحك برخدم يعني ربي عينكم سي حمادي نجم خرج راسي من شباك الفوقاني مالي عم تنجمش عليها عانوا بالسيليكون سيليكون سي حمادي باش عملنا في الطرف ايه قول لي اشتعم بيه خويا وقتها باش ترجع واعطيني خويا ما يفهم يا عمادي هاك تشوف خويا تشوف المرنيق قلت المرنيق هاك تشوف الطابا كيف نخدم عليه في مخك مرنيق في مخك المرنيق ليه يا ولد هاي كيفاش اش تعطيني خويا قداش ترجعوا لي بعد من بعد ديك نضربو في 1.2 يولي لك 70 ورجعوا لك بعد شهر شهر اي شهر معناها بوقت المدينة اللي هو نهاري انا نهاري رجعولك بوقت نهاري نهارين زعما نهاري مش يا سي حماد انت بارك يا سي حماد اي واعطيني خويا طبت يا سي حماد راني كل شيء مضيف بيت الوان مضيف كل شيء مضيف اعطيني خويا ما يثبت اعطيني خويا حاجه ارهنها نصحوا في البلد هيك ارهني حاجه خويا اعطيني باش هاي هاي باش هاي هاي والله هاي باش تترهن ليش ما خلتين تشوف في موتور ولا امشي موتور كثيكة ايه تخوها موتورك ترى سكر ايه اعطيني المفتاح يا سي حمد نقلب عليه ارهن الكهرباء اخويا و يا ساعة تعطيني 50 مليون قبل الموتور يا حمار هي تعطيني اعطيني كهرباء ليه ما تعطينيش موتور اعطيني كهرباء خويا شارع انت مثلا بمية حاجك
عليه انا راهن ب 100 باش ناخذ 50. هاي خويا هذيك هاي باش كي نبيع نربح حالتين. تخو فلوس باقم بولوسيات يا عمو. لا خو ها لا لا يجي يا حمد يا مطو يا بولو يا مدهم وعليك من الله اختار شنيا بولو يا بولو يا دي بولو ب 10000 ولا قد ايه والله لا ب 35. اه سي حمد يما لا بايوم عندك تدي تي نجيب بيوما في الحومة شبابك تحت ما يروني. يا لا لا يا ودي مانيش لازها شبيه يا بكلم مانيش هذا ما يطلع عليها حال هي من ترمكي لمنيكي ويسي محامي هذاك سي استبرق سلتي وما ادراك. اه استبرق انا كابو بلاك نايك. اه والله ما نعرفك نيك فيا من ترمتي. لا لا والله لا حاشيك سي حمادي ولا احنا مش حمادي لوك ما عاجك لي عقد هذيك وشيميز وخانق روحك بسبتة تبدا واعد وسالوبات و اي باقي فيها نشوف لك خيط بينا وصلني لعنيه بينا وصلني لعنيه والشاهد هو موجود اعطيني 50 مليون يا حمادي تعطيني كهرباء. اه نمشي نقطع مدفع 50 مليون بركة زينب اسمها زينب كرهتي ما نبيعهاش عينيا ما انا شنيا نوح ماشي خويا هزني كراسة نوريها لك مولا سي حمادي تقول يعطيني عيني نعطيهم لك زين ما نديهاش راهم ملطاو قبل ما تشوف. اي خويا مانيش باش نعمل بها شي انا جوست باش نحط اخويا في الكراج. لا 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 لازم اه شو هز هز سي حمادي كارت يا سيد شبيك شبيك بلي سي حمادي دقيقة برا يا معلم ما بعد من كياس خلينا نتعدى قال له انت شبيك كيف تدين فيات شنيا؟ أكد هم توين أقص لي دم يا ودي صلي عني بي يا معلم يا معلم مزدك جيت أنا تينا قاك تايح من قبل فانتر سي حمادي فانتر سي حمادي رجع الزب وربح يتلقى أحباب يجلس يا سي زبي راح طردهم سي حمادي طردهم الخير راح هاتلع هاتلع كيلو طرد هاتلع كيلو في مجال أخر يا زملاء ما فهم شي فهم شي ماشي نعمل كارتين بير عطيني تعويض عطيني تعويض تبرد تبعد تبعد عادي ما نحكي معك سي حمادي انت ماك وزير داخلية ولا انا غلط ايه ماك ما عملت معايا الزايد قبليك يا استبرك ما حكيت لك خوي الغالي جميل فاشك يا حمادي وين سمحتيش وجهي ماريتوش يا حمادي لبس ماسك شنيا وجهي ماريتوش يا معلم طلعت معاك من اللي في الكراس سنترال شنيا وجهي ماريتوش يا معلم يا معلم ما كنتي طول عمرك تستعرف العباد بالجو برو نتاعك برا تفرج في الجو برو نتاعك برا على الزبي عليه خطيه سي عاد خلينا نحكيو بالرسمي قانون قانون سي حماد باش كون آه يا دي سي حمادي فوق القانون خلينا نحكيو تبعنا تبعنا ذاك زميل شنو هي الترمه اللي خارجه من الشباك هذه هذه دخل ترمتك دخل الزهموره تاع لول يا سي حمادي بالضبط وي عندك بوليس بيس نحب نعلم عليه يا خويا انا شنو مدخلني انا ماني قدمت ما كنتي باش تكسر ولا مش عارف ولا كنت تكسر ودي انا نكسر يا ولد طلعني بيه ليه ما باش نكسر سي حمادي بالكلاب اللي كسرت فما شكون كسرته سي حمادي انت قبل سي حمادي كان ما تحبش تنكسروه هنا وتهلوله ولا خليه تهلوله يكسروه عليه انا ما نكسرش ولا نكسر يا دي شبيه يا اخي كسيك خليك حد الكلاب سي حمادي يا دي شفم لهنا اه نمد سلاحاتي ولا كيفاش بابين اه شكون هذا التيري سي حمادي لا يا ودي انا التيري يا ديريك مع حمادي اعطيني لورد وجربني سي حمادي اعطيني فرصتك يا حمادي يا ودي نعطيك فرصتك تقرقعها الدنيا سي حمادي سي حمادي سي حمادي دقيقه وقف الكهرباء سي حمادي مش انت معناه شخصيه بارزه في البلاد ولا لا سامحني شفما لنا اخو اه فك على السب نسكلي ذاته اهلا هاي نزل لي كاس فوق على السبب يا بحيدي بيضة قحبة من أول اطلع اطلع سي حمادي نزل لي كاس فوق يمشي سي حمادي يمشي اطلع طيبة بلي اطلع كالزمان يا دي سايبو سايبو يا شوك سايبو يا ودي سايب يا ودي كاري تهلول كاري تهلول صدق اهبط اهبط يستبر يا ودي ليه تو نهب نطلع شكون في المال اسمعني اسمع التلاني هذاك اطلع في المال نهبطو الكل لوج كليب لوج كليب بس حمادي عادي بها الليل اطلع تعالوني ما حبش اه يا قاعد تعالوني شكون هاز هذا ارجع حكايه لي ارجع
يا تي حمادي طايحه اي صوت اجا حكاريك اش حكاريك شوي شوي اش حكاريك برا يمشي استبرق برا يمشي يطلع يا جو يمشي يمشي صرمك الزبش به طاح الزب طاح كل خير عاود كاري يا ديبوت سايب روحك بطلع ريك يمشي يمشي طايح هاي صوص بس يا حماد يا حقس يا حماد ماك انت خويا شخصية بارزة ويخطفوا فيك وحياتك مرضى للاختار فرش الزبك الكرهبة من داخل وكل كوير والفخامة يا جو كسكت ياي سوقوا فيه انا السران فيحش دقيقة فرش الكليكروز زب يا سي حمادي يا سي حمادي فهمتني صبعه احرش الزب من اركل وينيك في المينوت فهمتني وفازات فهمتني وينزل عليه الكروز ذيك الزب سي حمادي عندك ما يتاكل فرش الزب كتب له الدور والله العظيم يلي اللي ما تزيز يا حمادي اي سقف يتحل الزب تطلع منه تبدا تعيط للبيع يا حمادي الزب يا حمادي ملا كرزة يا حمادي البيع فما البيع البيع شوي فما اخويا بوك كبير مرحبا ما صب صب كرهتك صح حمادي يا بتاب خليني نطلع فيها يا اخي اليوم لك صح حمادي والله نكتب هذا يبقى خلي زبوب لهنا ده عماد دخل فيها السياره يا ياك يا جوكر ما حبيتش نحشيه لك وينه هو ايش بيك ايش بيك حبيت تحشيه شنو المشكله صح حمادي برا برا كيدك ما مر عندك مر عندي يا ودي راك قاعد تعمل في الزيت شكون؟ سي حمادي وي كرهب البيع ولا يا ودي عندك ارنب ليه اللي عندي كاش يا ودي ارنب ما عندكش مع الكوميرس الكوميرس هذيك عليه شي يطلع الارنب مليار مليار يا نجيك بيه بعد غدوة عندك مرحبا لا عاد باش نطيح لنا شوية تبقى في الأرنب مسكرة اي تعدى تعدى بسبب تيجا هي أكثر من نرنب تعدى تعدى خلاص خطوية عادية مستعملة سي حمادي اي راهي فول أبجريد راه ماني ماكو بينا تحكي كنت شبيك وفوق واحد يا سي حمادي اش قلت تو دخلنا الكل نفس البادي جارد كسرت الشباك سي حمادي سامحني البادي جارد تعرف القوانين بتوعها شنيا؟ تعرف القوانين نتاعو شنيا يا ودي يز يا ودي راه مش راحو كعابي راه يا معلم افسيدي حمادي يا مصطفى يا معلم يز ولد ام بلانير هبطوا هبطوا تلولا هبطوا خليه يا الزبي ليه لا كسرته بلا طي ليه عاد ليه عاد تيري حمادي والله نتيري عليكم راه في الزبي يا يز يز لك فاش يوقف جوا تو شكون باش تيري هاي في ترم يا حصان والله لا تربحك شكون يضرب حاكم قولوا له سي حمادي فرح سي حمادي سي حمادي ها وحاكم حاكم قدامنا راه شوف مرته ومرته سي حمادي قول لهم يفركسونا الكل يقوموا باجر الانتريز يقوموا بسرعه كذاب شهر ربي شهر ربي سي حمادي والله ربي راه نحكي ترى تاع ما تسمع برا الجاي تيح تحت يديا مش راح يحرك 40 مليون الزب اسكت 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 برا سي حمادي حطهم في حطوا حطوا سي حمادي خلنا بعثوا هاكا وخبي برا سي حمادي جيب التعزيز جيب التعزيزات الكل سي حمادي يا زميل كلم التعزيز يا زميل فما واحد عنده كرتوش راه عنده سلاحات راه واللي لابس سورية اه اوكي اللي لابس بالابيض الله 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 تحشيله تحشيله يا رب يا رب تحشيله يا بك مشيش يقتل العاون الامني يا ود نعرف مريض بالاعصاب ويعملها راه اذا لي صاي هزو 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 هاك هارب هارب هاك هاك فكر يا زميل هذاك راهو اللبس بالابيض يتكلم زملائك عليه هاك اللي في المطور الخضر في المطور الخضر الزينية على المر شبل الزينية على المر عمادي نك دخل سي حمادي دخل سي حمادي اذا احسبوا انت كما نقولوا تيست كبش في ديئز لا لا احسبوا تيست للبوليس اذا كان شدوا شدوا ما شدوا يدي شندخلني قلت لك انا يدي قدمت راني اش قدمت
قدمت استقالة؟ لا لا، فترة استرخاء اخويا واستجمام. ما عادش هذا الرب استرخاء حتى راح حتى احنا فاكر عم جوا عم جوا ابقى تفرجوا. صبر صبر تهلولا صبر صبر تهلولا سهلولا صبر. انا مع السي حماد يا رب تكلم نتكلم السي حماد هاوك بلغت علي راهو هاوك بلغت علي شو كي دارو بي مرحبا بكم ما فكر عما انا ما كنت ام اليوم شكر سي حماد يا يجي يجي وي سي حماد ترى هيجي راه هيجي كوماندو يا سي حماد حبيت نسألك علاش ما نحطوش الكراهب تاع البوليسية واللي يتبيعوا يتبيعوا معنا المواطنين على كيف مش تو مش تو ليه نحبوا نستفسروا يا سي استبرق ايش صار بالضبط علاش معناتها والله احنا نمشي واحنا انا وسي خويا كيلوكس فهمتني راح اكش ليه غنوة هاي حمادي شوف المنظر يدي خلينا نشوفوا تهلول يا تهلول صورني انا اني انا شد الميكرو تصور غادر جميل بلاش تحب تقول يا سيد معناتها جوكر اش فما بالضبط صار بالضبط علاش معناتها شد اسي ابي الزبي الاخر بس فهمتني ايه بيه برشا بيه برشا شكون قال لك اسي ابي لك انت المشرف تم زبرفق الزب شكون جبت لك تعرف معناتها كلمه اسي ابي ولا سي جوكر بيه برشا هذا كل باش يكون ضدك يعني ايوه مسجل او مسجل ها هيك الكاميرا اخويا والميكرو لا صاحبك يمرت معايا عبد صوروه 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 ها معايا عبد برونا والله حشو للركيب مريض بالاعصاب مريض بالاعصاب شكون شاف اي الحقيقه مريض بالاعصاب راه عندي الاعصاب ولا شاف هو السلاح يجي هاي هو مريض الحقيقة بالعصاب كيفاش عملنا تو ايش عملنا الجمليه سي جوكر معناتها كانت تقول لنا معناتها شربتش دواك ولا حكايه شفتوا هذا السلاح يا زميلي تهلولة براس امك نجمو نجمو نسهلوا شهود عيان معناتها تهلولة شوف اللي لابس بالاحمر شليغنا تهلولة ايش ايش هذا مازم استبرق انكسر كراس بس يا حماد وي صح الخدمة صح وي تصوير تصوير صورني صورني اخويا صورني ومظهر يا حماد يا رحم والديك بنورك خوي الغالي صور اي من لوطه هكا هكا بوزيسيونات اي 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 صورة يا رحم والديك اي اي شكون سلتي هنا صور هاي تصوير على 5 ملايين انا انا هو شكون عنده كعبة سلتي قال لك صورة تذكارية صورة تذكارية سي حماد تحب كعبة سلتي اعطوه اعطوه كعبة سلتي اعطوه ودوه ودوه يا حماد تفزت لك هاي اسمه عم تبصى فيها عن شخص يعني كل انا فرقوا فيها مش انا حب على خدمة حب على خدمة يزي دي شنية الخدمة شنية الخدمة يا سي الشملي باش نوصيك على واحد بالله فرح لي بيه جيني جيني هاوك ذاك فرح لي بيه بالبيان بالبيان هاوك شعره ماضي تعمل إيه؟ مش كده معك في الصحافة كلمت قلت له واحد انت حيث لا 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 افرح لي بيه على ترمته اعطيه يا بابا بلاخ نغادر ونرجع انا بلا لو نزيدك بقوة مريقل خربوتي ونرجع الجيم خاطر برشا اف بي اس طاح دي كانوا شادينك في الجيم السلام عليكم ناسي وحبيبي ما عندوش الحق بالحمله تصرف معاهم هو حبيبي جملة والله يبريك هاي هاك بادي
يا سي تعالوا. سي حمادي صار له بالضبط السيد. تعرف شو هذا؟ اوكي تعرف. سي حمادي وي بلي عندي قضيه في ساكي ما فهمتش شنو هي، تاباك برون وتاباك بلون. هزهم هزهم لجماعة التاباك. اوكي تعرفها ما هو تخاخني هذاك القمر دي ترى لحظة انا اللي بحث التاكسي هيك تتقى. اوكي خليك خبز ومي وشو كيرلي. لحظة بركة لحظة بركة اخويا. السلام عليكم ناسي وحبيبي جملة وبالحملة. شبيه ده يا معلم كرهبتي راس سيارتي. اي لحظة 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 يا حاج يا معلم مزت النبى فيك راه سيارتي راه. لا ما تخافش يا معلم اهبطني من كرهبتي نكلم فيك. لحظه برك يا حاج فاش تعمل يا اخي في في مكان مغلق راك لهنا يا معلم. خبز وماء يا صاحب فيك يا معلم وحلت معايا عايش خويا. شنيش بيك وحلت معايا مش عاجبك؟ خش جملي معك حمادي الاسمر من فضلك مريقل مريك صاحبي يرحمه والديك. شو تحشك بالفلاب تاع الكهرباء كاهو؟ حاجتك يا اخويا ما عادش تسرق الكهرباء هذيك ما كانش تتعاقب عليه. نجم ما حاجتي بالفلاب تاع الكهرباء نجم نستعمل مسالش؟ لا لا مش مسالش يرحم والديك. وجيتك الله يا حويل والله جرين زون زب شحرق كهرباء معناتها غريبة زب كيفاش يعيشوا جماعة دم. اوكي جديد اوكي معاك جديد اما مش سكوام انت يا من حكيت هذا معلم. يا معلم نحب نفسر لك حاجه راه ممنوع راك تحرق لهنا كهرباء راه مريقل باركي فيها بارك. اي دخل لك الليسونس دخل خويا اللي تحرق واحد خويا كيف وكيف ما فرق كيما نقولوا لازم العباد الكل تخرج بالسحابه نتاعها واللي وي 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 كيما قال لك كيما قال لك معناها كيما قال لك يا سحابه ولا مضطر ما يجيش كاس الشراب وي وي سي فري بعدين تو تو بيان تو بون وي بون لو واحد كيفاش لو واحد اعطيني تعرفي صوص خل احرق روحي. جوكير وينو؟ تحب تحرق روحك لبرا بالله من الكراج. جوكير وينو؟ جوكير في ورقه الرامي. بلاش اجي صورني بلاش صورني. شنو باش تكتب فيها سي استبرق؟ شباب 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 السلام عليك يا حماد. وي شكون يبيع كرهب هوني تو؟ طم كرهب اسمه كارديلر هاوك على اليسار على اليمين قدام. صرمك وينو الكارديلر بالله؟ صرمي وينو صرمي؟ تهلول شنية ذي موتور تاكسيات جدد؟ كارديلر وينو؟ كارديلر قدام خويا على اليسار على اليمين تلقى كوشت اوليف. يا سي جوكر يا سي جوكر شبي ما عملوا لك شيء يا اخي؟ ها؟ شبي ما عملوا لك شيء؟ كهو خويا فكوري دبشي سايبو يا وظاهرة حتى عينيك زرق. استنى استنى ضربوك بونيا ضربوني ضربوني وان شاء الله لاباس يا سي جوك. خويا شوف لنا بلي ما نعرفش شكون الكرهب سي حمادي توا ماني جون. ولا يا خويا كونتاكتيها هاكا تويتر خويا عندك تليفون؟ تي سي حمادي بلي كونتاكتي ما يجاوبش كرز. خويا شوف سي الشملي ما هو اكس كارديلر. وينو سي الشملي؟ ولا ما نعرف هذه كرهبتو نورمال ما هو 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 جا يا معلم سي الشملي. ها تفضل سي الشملي. اه جوك كلها لحظة سي الشملي نسبور الكهرباء هذه الولادة نزان ترنو. حمادي بشهرب بشني هادي انا قول كل كاميرا يميبون يا اخي شبيك يا معلم تخلق لي في مشاكل من حيط قالوا كل كاميرا يميبون كاميرا نسيب ما
برا فين الكهرباء؟ قال لي غادي ويجي برا. ستار صح نضرب حمادي الدق. صور 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 على عين قديم سي حمادي يعملوا لي عامل البوليس حاكم الكل. صور شوف 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 كيف بت غرغر غرغر سلو هاي هاي ماشي اخرى هاي ساسواي يلا ايه واي يعني ماشي ناقر يعني يا ربي نجح. شوف ساسو منها شوف 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 مكا 2020 يلا ايه هاو 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 ايه الله 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 اللي حشيهولو سيدور في جي بي ان شنايا يا سي لاصفر اللي احتياط يا جوين الماكلة متاع قبيلك كنت باش نعطيك اي جي جي شتحب يعطيني بزايد والله يضربني الشر يا معلم اتبع في يا اخي بالاحمر ولبس ودنا يودك ربي ان شاء الله ناين فوق الدار انا اعطيك برشمات ثاني هاي دارك خليل فوق خليل فوق عندك دار انت الله خير مش مين في باليش بها راه نبيع في الديار والله انت تقري بريود كوموندون بحالي في يوسف مرر كيفاش يلوح وبعديك يجي وقت يا اخي مش في بالي دارك اللوتة ماما وحسلك شطار تعرفه كخليل مرة وانا قاعد نتفرج فيه نلقى في السيدة ايوا من غير ما تحكي لي مكين لكن مانيش فهمتني يا الشم ايش يا اخو ايش لغيمك ولا تك انت الشم والله برمتم والله مش ممكن حاجة حكم علي كاينير قال لي نزيد نقاك عندك شليغة مذوقهم نزيد الحق يا اخويا يحكم بحكام ومستشار قال لي شليغة ما انت عارف نهزك للدار ايه دار اخرى زي ما نعرف ايش دار اللوتة هو في الماب هي كيفاش كاريها ولا شاريها الدار زي اشتا نورمال ماب كاريها على خاطر باش نبيعها مش باش نشريها باش نبيعها جمع ايه شكون باش تبيعها انا تنشوفو مواطن عندي ونعمرو المطلب عندك انت وكمان انت تربح وحنا نربح ايه بقديه ايه قبرك انفيتي انفيتي نحشولو يا الشم هاني جاي كاي خلي لك ماك وينك 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 اما شوف فيك صرخه اللي جات ترى يا نطلع وجمله هاي معي بر جبت لي ماكله معي مش من الكوجينه الماكله وحك عندي عندي ايدي انا تو وليت عندي مولاي الواحد الكل سمسار شنايا عندي البيت صغير اللوطة فيها الماكلة فيها فرجدير صغيرة والله شكون كيف ايه برشا خبز هاكا برشا برشا يفرحك صح ومالي معك صحك وهي كيفاش شوف الناس شكون يحب يشري يكري دار اي تو تو هو هكا نعرف برشا نسيت يجيب لي يجيب لي خويا قداش السوم انت قداش السوم بتاعك شريان ولا كريان؟ زوز اعطيني باش نعرف انا ريت خاطر انا خويا الشريان راهو من فوق السبعمية باه والكريان بـ3000 بـ3000 واقل حاجة فهمتني؟ ماني قلت لك مدخر انا فك السميع نولي عرفت لي منه يكري دار خويا ضربة ضربتين وقولوا لي كرهبتي خسرت دبشي
خويا كان يجيب لي شكون خويا يكري ونكري له. فما عندك خويا نديها بشكون مثلا داري تسليمين لا تدعي على بعضها. السلام عليكم ناسي وحبيبي جمله وبالحمد. ما تدخلنيش نخدم معاك. عشكرا يا صاحبي. والله خويا مشكلة فيش انت خويا تخوف شوية عندك خويا سوابق وانا ما نحبش ما تعرف. انا سوابق قصيت ما تعرف ورثة الوالد والوالدة خويا خلوا لي شوية ديار خويا ما نحبش خويا يمشي وكا ورك. صحيح ما يمشوش يا خويا انت حبيبك واصحابك ياسر. لا سي يا ودي ما كنت ما قلتلك صار انا. والله سي حمادي من اخر عملة عملية توبت والله يدي عمره ورجعت الحمد لله تو شريتك المرنيق انا شركه معاه مش شريتك اللي تو بيع في الشراكه. وين هذه المرنيق؟ هاي نهزك تعمل نبره. هاي يهزني ما فيها بس والله يشركوا فيها كحمى وكعبد السبيل هذي. ليه خليها المرنيق نعرفها والله فيها كعايده بيها. هاي كيفاش؟ هاي كيفاش تحب؟ ايه باش تدبر لي خدامة. يلا خير يا ريت اي يحكي ولا يجي يخدم عندي. هاي مش بدو على حكاية الدويرة فهمت. نقول له تشري شي دار فزار. ايه قول له عندي حبيب تو يفرح بيك 3000 وانت طالعة فهمت. نجربو العبد هيك نجبر. خلنا نمشي بس فيها وما نجي. والله تعرف السكر هذا دقيق. يا حمادي عرفت شكون سي حمادي كلمني ناس عرفتك الجوكر بيك. سمعت عنده فلوس وجاي بيك يحب يشري الكرار نصوروا بيك دار نفحى يا عبد. يا قلت له خويا قبل هيك يا اخي عملنا معايا عواسي بركاني وعملنا معايا صحاحره ما حبيتش نقر عليه. ما يبوجيش انا انا ما يبوجيش انا هم يجسد في دار اخويا راو تعرفني يا سي شملي راو نخرج المخزون بركة يتكلاتا وجمعته. نعرف في بالي يا خلي عندي قمت نجس نجيب ليه بر شكون شاف شوين ولا لا وعلا. ما أفا كيف بركة نمشي نشوف الراجل. زميلي وين؟ فما زوك جوكير عبدو وين الجوك؟ أنا هزي داي هز ترمتي هز سقيخي جوكير لابس سنوتي كلها هزي داي جوكير شو لابس جوكير هشي بيك حكاية فيه عليه ليه بوزوك حل ولا خاطر ما تجيش في اللايف نقولو حلو فهمتني. شبيك خرجت صارت لي مشكلة باقت دقيقة واحدة مش نرجع تك باش تحلوا الليلة ما نحبش نقولوا الحكاية هذوما السور اربي خاطر نحب تويرة في النهار. خليني كرابتي هزيت نطلع
حوشي خراب حالي. السلام عليكم ناسي وحبيبي جملة وبالحملة. ودي اللي تعارك هو وذاك فهمتني بالبون. هو شكون؟ هو وذاك. ما ننفدلك وخليتنا ننفدلك وجبنا احنا. ايه اموركم يا حسين. ايه. هي دخلت تاني قلت له يز يا ريت راه ما تنجمش تضرب في منطقة خضراء. ايه هو ما يفادلك وانت ايش دخلك فيها انت؟ ايه ولدي اعطيته معلومة. ايه ممنوع ما يفادلك. الشملي انا تو نجم نفادلك معاه هذا وني هو اللي كان بوني افادلك وانا. انا اعطيته معلومة. الشملي ايش حسي فيك شعري روزن؟ اه فهمت. الشملي ايش حسيت حسيته له؟ ايه قلت له ايش حسيته له؟ ايش بيه ايش صار له؟ احكي لي ايش عملت يا بروكه وعادي. ايوه دي ما عملت شيء كلمت له ناروتو بس مش فاهم. ما تدي كلمت له ناروتو بتاع شيء هو الزب. ايه ما ايش عامل لي نبغى اتفرج عليه سيب لي الزب. هاي امريكا يا برو امريكا برا سيسرا. شو اسمك انت؟ علي اسمك. نسى فيك شو اسمك عادي يا برو. حشتيني حبس اخونا على اسمك. تتكلم شو اسمك تتكلم. ايه تكلم شو اسمك تتكلم. نحكي معك. اللي شو فيهم جميك بس فيهم. شنيا؟ عام 1500 ولا هي 1300 تقريبا. هي تنشوف في القاعدة كشمال. هي جمعية. في السير تلقى في السير. في السير تبعتي. في السير تبعتي. ليه خرفت نحاتي على غفلة جيت حطيت زيت حل. كيف تعملها؟ كيف تعملها؟ جيت في المال مشكية. مو ما حطيتهم في الكهرباء وما شفتهم. ايه يعطيك الصحة. ما نحبش نمشي بعدين. يا الشمل. يا يا كيفاه باش نبقى. نشوف انا نقدر نحكي معاه ويطير. يا شوف. لحظة لحظة. لحظة لحظة. لحظة لحظة. لحظة لحظة. لحظة لحظة. يا دي برا يا دي عدونا بعد محاولة طيران يعني. اسمعني يا اخي حماد حماد وي تتحل البطولة ما بتعرف الطب جنجس كبير يدخل بشر طول شري 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 ولا في حرجة فيهم الريحة ناس كبير تشري دويرة حدش تشري دويرة ولا تكري لا لا زوالي لأهل ودمالي خيكار دي لها موجود ولا يعني تشريش كبيرة يا سيد بيب لا 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 تنورك راه لا ولا لا هو اس بلس ويت راه بيسين جو كبير لا ولا جو ده راس خويا عندي تخسر خويا متأكد تكري حتى عمل كريرة متأكد متأكد برا يا سيد بيب يا سيد بيب ربي معك ستار 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 ليش كو مازال ما ضربتش يجي ما دامك تقبل النقد وضربك وما عملت لي شيء خويا ما انا ستار خبط كمان ستار عليك والله من بالعنس هاي الحشويات ما كنت نخدم حاكم مش كنت نخدم حاكم وعندي برشا انا في السيرفر عندي شهرين راه كاسكيت مش ولا نهار شنو عندك كاسكيت تعرف كاسكيت شنو ذكرني العضله والله لونج بول لونج بول هي نسك جي هي كيفاش تتحكم فيها بالفلاشي نسك الفلاشي هي بر بر في السيرفر هذا عندي ملي تعمل ما تخطر انا نونر فيه به سيرفر اخر سمعت اون جنرال عندي عام واش دارك مشى كيفاش تو نهزها
بالمشكل اي هادي فيش يعملوا هادي هيا نمشوا اسي هيا ذا ما يعمل فيش غبرة نشوف القصة حميقي ذيك بارك فيها عنده بوش فيه بس يصح حميقي هاي 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 يا السيد العو واش بيختص لي وكفاني تو انا واقف لم شكون كفاني هاو زميلك شكون سي سحمي تشري ولا تكري دار سي حمادي سي حمادي عندك مشكل اه سي حمادي عندك مشكل لعبة مسكيت مسكيت فيها مشكل سيبون نحتا ما سي حمادي ما نجمش الفلوس اللي عطيتهم لي انت مش فرقهم نزلوا ما تصرفوش وما همش متاعي ما نجمش نصرف منه وانا ما عنديش فلوس معناتها نتاعي ايه تكريشي ب 3000 النهار لا لا ما نكريش يا نشري يا لي اخويا الشريان غالي قداش الديرة ولا تك الشريان ديار ديار كريان احلى ديار احلى ديار احلى ديار بقداش في الشريان ولا كريان شريان ما كريان كبير الشريان يوصل حتى الارنب يجيب ويجيب ويجيب بر اخويا ربي عينك اخويا يا ولدي شنو هو الارنب بدي ربك يحكي مليار قال لك يزيب شي ماشي هو الارنب مش يزيب مليار يا ودي احسن دار لازم احسن دار هادي نمشي نعطي تيرم تمشي نجيبهم يا علاش تاخذ احسن دار يا زميل اسمع انت وين نعطيهم قروضات باش يشرو الواحد ياخذ قد دورهم اخويا هادي شي اي تيجي نشوف تكري صاحبي دار لا ترفع جنب بس ما عبسوم اه يرح ترفع مظاهر اه هو هو ايش مش تكري ولا ايش طبرك تشري دار ولا تكري شنو تكري ولا تشري ولا تكري اعطيني بها حمادي لحظه يا اخي حمادي تفهمنا قليله ولا هاي مشي له يا ودي قلت لك اسمعني اسمعني او بغمان انت تضمن فيه بيحب 50 مليون سلف فهمنا في 75 مسخ مسخ ما بدي قليل فرج قلت له اعطيني كهرباء اعطيني كهرباء اعطيني الفاتح نتاعها اخوي ندخلها الجراج ما نستعملها حتى مر هو ترجع لي فليساتي رجع لك معناتها يا خويا جات نعطيك كره تعطي زينب يدي زينب ولا لا ما يتهون عليك خويا حتى انا فليساتي تهون علي يا شملي راك ليش ماهوش باش يمد لي باش تمدهم لي انت خويا مالي دبر راسك مع الشملي هاي تكري سي حماد لا لا ما تدخلنيش سي حماد تكري سي حماد ديك في الفريجه هذي عندي اوراق اه ينجم الشملي وزينب كم من في الحبس تكري نكري عم اعطيني نفسي يمشي ساحة حمادي بلي سلفني والله ليه والله يا دي فلوس تعز علي كيف انت زينب يا ودي شنو تعز علي كيف انا زينب دي بيه لحظة علاش فما عبيد دي طلع في الجريدة 25 انا كنت ما انت عندي برشا نلعب في السيرفر يا الولاد هذيك علاش عندي برشا فلوس انا محمد عاسيت اهلو يا دي ولد حمادي حاف يا حمادي سامح ليش وي براني جبت كابل زبون فيه معك شكون جوكر حدا يبني في جوكر وتبع يا ودي جوكر يعطيني اخويا مواضيع يا اخويا تكري اذا قال لك تكري مش نكري نذكر نذكر يا برو حمني شي يا برو تشري ماشي. تشري ارنب سي حمادي حاجتي بيه بلا دقيقة سامحني شنو معناتها ميتا جيمنج هذي بان ايش ايش سي حمادي نحب نشري دار انا اخويا ارنب راه نحب نشري دار رخيصة يا ودي جيني اعمل لي سوم ونحكو ونعمل نجيب لصاحبي يا ودي ارخص دار ب 700
سي الصحيح مش عمل 700 زي بيدي نخرة فيها الفلوس هادي شبيك حاجة في خاطر الدولة في خاطر الدولة كوموندو كل شيء سي حمادي 56 يا ودي يا ودي فقير يا ودي منين جيها يا ودي يا ودي زويلي يا قلت لك تكري تكري ب 3000 تخدم في البنك انت تعطيني قرض اسمعني تكري ب 3000 يا سحميك تكري ب 3000 ما نحبش نكري نحب نملك الزبي راه تطلع لك ارخص راه سحميك كيفاه نكري تك تك ب 3000 24 ساعة اخوي وعليه نكري فيها انا نحب نملك على الهيدي كامل غالي يا الاسوام ياسر شي العقارات تاع زبي هذا يا ودي ماك تعرفهمش اس بلس سويت راه يا زبي يا زبي يا زبي فما دار للبيع اي برا عندك فلوس يجي ما عندكش ما تجيش يا زميل ما في سلاح من يدك يا زميل حمادي ايش اسمع يا حمادي من زبي يا ودي مش نشري دار يا حاجه اعمل لي سوم خلني يا اخر سوم قال لك 650 هذيك دار مكعبه 650 هذي زبي مش تعطيني مراه في الدار حبس يا اخي مش تعطيني مراه مع الدار نشري يا حمادي 650 نشري الزبي وش تخدم انت باش تبيع 650 حبس لي لهنا يا ودي هو حابس لي لهنا وش تخدم انت باش تجيب 650 مليون اموري شنو نخدم يا اخي امورك زكك وش منين جبت 650 مليون والله خالي يبعث لي في الفلوس وانت ما خالك من الزبي خالك يبعث لك فلوس من الخارج مش فلوس تونس راه لا لا صاحبي عندي خويا عبدو بوليس يا اخو من عندي اخو من عنده كل يوم عندي صحابي واخواتي كل يوم نجحتنا لا 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 باش نبحث معاك انت قال 650 دار ابحث اي واحد باش نشلق به باش يشري من عندك دار ب 650 ودي انا اصلا مش نحقق في الموضوع كان الزبي قال له 650 ابحث وانت كيفاش تحقق انت راك عقارات انت ما عندكش حق اي تو نجيكم لكم ايه جيني انا نحقق معي 650 نيك انا اعطيت رمتي خمسة اجرة قدام ما جيبهاش 650 هاي نكتبو سي حمادي هاي ما تكتب ايش يجي معي انت ايش يا دي سي جوكر ايش عنده 650 شي وين المشكلة ما ترمتك ايش معناتها انت جيب 650 مليون مش زبي مش بتومش يا امور ترمتك ايش يجي معي ايش زني اكيد عدي اختلاس سموال شعب عدي ايش حمادي ايش حمادي ايش حمادي بلاي دقيق حمادي يختلس يسرق يتصرخ يفرقع روحه ما كنت تخلص جوك به دخل فليس يا ودي مليار مليار من نخل اي مليار بر ماشي مليار مهم هو ما نكهو بول عليك مريك مين يجيبه مين يجيبه مريك ايش قلت سمعايك يا لوك يسم تشري يا جوكر توا يا دي برنا برا نرفس سيرفر كامل في الحبس السوني جات لي شوية السوني جات لي شوية خالي برشا ولكن مهمش مهمنيش يجيني اليوم يجيني غدوة شريان راهو مليار الكريدي هم الكريدي يا راهو يشري راهو تعرفش ما انت يشري مالك معناتها بيع له ب 700 كديرك اللي بنحضر بحرك وبنخرج بعقلك الحكه سردينه يا فماش هو مشكله فاش فماش حكه سردين فما عايبه استوديو هوك بحضر بحر شفتوا هيك هذاك استوديو صغير ومش كبير هي هذاك تبعني هذاك فهمت خاطر هذاك ما تنجمش تعطيه يا حمار لا يا خويا تكري دار تكري دار تخدم صمصاص يا فضل وليك لا عندي شوية عقارات متاعي خويا نحب ندبر فيها مراسي ايه صمتر فيها بس يا عبدي دو واحد يدخل في الصحافة كيفاش الله يبارك كلم معناتها لازم اي حد يشريها سي حمار السهرة ما عند حد ما عند حد انا اول حاجة فما حاجة لازم تتركح فيها عرفتك الفوز من الفلوس لا تكون شوفو هيرتي يا سي حب نخدم في الصحافة يا سي ابي عندك شي فكرة سي عمالي عن الصحافة لا تكون شوفو هيرتي يا سي خويا نكلمك في تويتر تدخل تخدم ورنيج طيب عليك من الصحافة ما توصلش وين؟ تدخل تخدم مرنيك فيها فلوس مرنيك وين هذي تجيب بالضبط؟ يا اخوي افلام في الشراب بيع في الشراب وزيور وعفس ارفع كم تبيعها مش انا على الاخير
اللكسة دي ترافيع اللامبورجيني دي ترافيع عندي منين جايك؟ لامبورجيني صحافة خير هاي بطلت مش مخدك كنتش نشوفك مستوصلك كيف جيران اكس جيران اكس قهويجي حطك تلم في الشرب والله غالب تحبوش تحبوش الفلوس ما يحبوش الراجل والله لا يحب شكون هو صح دخلت معايا قشاي عبد السليم شفت كيف ايش سيد يلعب بالفلوس وي لجاني لحظة بالله بعيش انت ويش انت بالله شو هم اسمعني كنت انا هاك مع سير الفيديو تاع الضحايا نلقى راح يبطل مترس مي برا برا اسهلو قال لي نظفته ولا شنو شو عملتو برا اسهلو انا ما عادش راهو مش ما عادش اما معناتها فترة نقاهة تو اي مسير شهر بيه جسع عم نعرف شو عملتو كان هو 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 قال نظفت زيد واللي قال بالك شي عنده هكا معناتها يجي ولا حكاية قلو يجيني معناتها وترجعو برا تو يرجعك ايه هات نشوف تجمش دي تركب معي في الكربة ونشوفها مع دي وينز نحط هيرك في جي بي اس يا معلم قد سيس عميق يا سيس عميق يا ميس نجيب لكم يا مان هذاك السيستم تاخذ 700 على كل 1000 فهمت اي بلا دخل نخدم الجربوت ايه كان جربوت جيني بعديك المحل ندخلك امشي بتاعه امشي في سنتر امشي جاي امشي انت بكرة بيبو امشي يا يحفا قولي ايش خير خبرني ما صح وكنترا تترا اذا انت اغدا ساها كترا في راح معايا باي سيد بدل سنك وغنيك خلع يب بش نرجع حاكم نهارين ثلاثة ونرجع كده وبعد ما تمشي الكاميون انا كذوب اثنين الاخرين هذيكم غاديك وين مش تعمل العمل بتردو الجيو ولا بتهدم فهمت؟ بعديك تهز الجيو وتمشي بيه الكارفور تبيع تحب تبيع العبيد وتاخذ فلوس اللي يساعدك اصنع جو ربي عينك ها تفضل صح ما تفضل تهز الكهرباء برا مبروك عليك هوي شيء يا حماد خمس بيوع يا حماد وي والله فما فكرت عبدي تعرفوا كخالي بدات ما سمعت ليه تسفر فلوس بالرق هاي كل وجين هاي مرة سمعت ليه قال لك جاي سيدي دور 500 مليون ولا 800 مليون تحت شنو؟ سمعت ليه مرة يدور ب 700 مليون تحت هذا كل فلوس والله يبي تقول طنطخ الشيء الخشب لازم تقول يا فريق بيجيك على قليلة مليار وخمسة مية يقول له أرخص دار فهمت تحت له بنا والله حتى نجيني للكار ديلر يا الكار اللي هو شملي عنده شملي عنده شملي عنده خمسة مية يقول له ما عجبك السوم برا هذا كان موجود فهمتك السيد يقرب للسوم الرياحي وين مش عارف عليه باي كيفاش تو؟ تو خويا عنا حلمي عنا عمك الجوكر هذاك يحب على ضوء وعندك تنهز وين بدك شي حلو شي براكي طازاك وتنجدوه قدام الحاك هاي الناس الكل في المركز تو كيفاش شنو الحل؟ والله اللي فهمت كان علاش يشدوا فيهم الناس الكل الحل انا عندك التليفون اكيد ما اعرفه غني اسمه بسم الله ربي شنو اسمه نخدم حاكم جيس تو خرجت من الحاكم ممكن هارين هذا ما يلبش التربش هو قديمة كان يده اوكي عينيها شوي
ذكرني مرة جي شاري من عندي سوبر كار وكل شيء جوبي فهمتك به؟ طبعا بروح لهم احنا من الغدوة نعمل مبيعات به به؟ ندبرك شوية في يونايت وين تو فين جينا نحن؟ والله بسكيت عليك عندك فين في يونايت والله فين في عبود ماشي الشملي هاي نعم مش بوتينج بالكراج بوتينج هاي بالكراج داري خفيف دور الدم هاي هاي راح يصير اصمر تجري استناني بصير اصمر بطل نشوف المرناك من فين من يخدم فين بيت انا بشوف هون انا مش تو خاطر ما نشوفش نقول تو كاين يخ ميتا جيمنج دير بي جي بق بدا الرسمه ايش ايش بك ما تجريش هيك اوخ الدخان الدخان تصدر دخان زايد مش كيفك سبورتيف عاد خدم حكومه شيء والله خير كل يوم هذاك مارش على سيق تعرف تعرف اكبر اكثر واحد عمل في المدينه هذه خويا فوتينغ بالله تعرف من وين وين اطلع اطلع تعرف من وين وين ولا من 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 مركز نتاع النار هذيك شد للمدينه عدوي عدوي اه يا ربي على البين ما يكون في سنين والله هو بطاطا بطاطا اهلا اهلا اي 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 يطلعوا معي لهنا اي زي بربا بلاي اي شنو معليش طلع سليمان تو واش تخدم اه تشري دار تو ما لقيتش الكارديل تشري دار والله تاخذ كهرباء ايه خذيت كهرباء والله كان تحب تشري كهرباء جاني نفرح بيك نعمل لك سوم يا سي حمادي نعبوه اي هاتين نحبك شنو خلصت مسك الامني لا لا فتره نقاهه فتره نقاهه آه ما تعرف الدار خلولي برشا ورثه معناتها اني قاعد خويا نكري فيها ما حتكش ماك تعرف مني دخلت نخدم حاكم وهم مسكرينك هيك فهمتك فهمتك خويا اوكا راك حنا ان شاء الله على قريب هي بقد ايه الدار سي حمادي والله ليانه 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 شوف سليمان وما تعرف شريال ولا كريال كريال 3000 اقل وحده شريه اقل واحد ارنب بالله ما فهمتهاش الارض معناها 100 مليون كيفاش كار ديلر معناتها سمسار في الكراب وما تعرفش ايش معناتها ارنب ارنب مليار ارنب مليار اهبط لك بالكرف باب اهبط ممكن نطلع مع سي الشملي هات هاني هبط تطيح قدر ولا تسمع سي الشملي مليار الزب عليه دار على البحر هاتلا سي الشملي هات ولا يقول لي هذا اثنين تسمع تطيح قدر برا اخوي يا ربي عينك برا اخوي ما مش نبايع لك ما هذا سبب حبي نهبط مترمي هنا فيه برجولية كعبات بير والله هاي طب طب نهبط هلق كي نجري من المعصر اللي جيب ترى اوي تخدمت ما مش نطلع كل المعصر شفت كيفاش يجي سؤال معناتها هاوكا ما عملتش ميتا جيمينج اول حاجة ثاني حاجة لعبت هي بي معناتها قلت لي وين معناتها كعبات بير وكذا خلي نطلع كل المعصر تكيكه لازم مش مثلا قال لي تشات حكايه نمشي نعمل ما نعملها ولا وين تخدم ولا كذا هذيك هو الار بي نجم تخرج بحصيله معناتها دبو شفت في حمادي البلاد ما عادش فيها نام تعبت ولدك تسرب في كوكا شكون عنده كوكا كون ما عندوش بالرسمي اقسم بالله تحت والله طيحوها بطريقة تبرك في الرأس شكون طيح؟ كالعادة شكون في حسب رأيك في ناتورتات مسلوطات تكون دي مخربطة
فهمتك. جيت قلت له كيفين؟ قال لي بالظهر تحت من الموتور نلقى روحي في الحشيش. سبحان الله سبحان الله. مود افيون سيدان والله مود افيون. افريش افش وهز وهز يا واحد منهم اللي عنده الجو برو اللي كنا نحكيه معاه يا سيدي. بالوقت ايش تتسربة هي بتاع الكوكا كيك؟ والله لاني عارف ما شو شي الدنيا صغيرة كبير اصلا يعني ما كنتش حتى هو كيف شفاف. دي مش مشكلة بس هو بعت بعت ديجا حتى دوب ما كلمت عرفت ب انت في الجو برو او في حمالي. يب قد ايه صوبة هالزتر دويت والله 940 هي بالكارجيلا ب 340 هذا شريال شريال تكلف لك تضرب في لاند الجول كيلو يعني 30% هي تحرك 400 كيلو كمان شريت من البريود لقطين من قبل حتى ما اخبر انت بكره من قبل حتى ما تولي ب 340 من لا خدامه أما الحاجة الباهية فيها الخدمة في حمادي العنب تنجم لا ترد معناه ترد واحد جي وتنجم تخمر وعامل عليها جوعة على ايه ساعة ساعة تربش قف مش عارف. شوف كراب خدمة نهبط من هذا تفرج عنه يا اخي مش يهز ونرمى مو السلعة في كراب الخدمة. هاي ما انت باس فهم سلعة دي ليه ما نتصور زعمة دي يخدموا عندي تفتيخ كان يلقى يسرقوا ساعة على بعض نف نفس خليف فهمتك اشترش كلام حل شريها كحمل مصخ عرفت حمل هاي حمل منين جيت والفلوس والله ماني عارف هو وكعبد السلام دوروا فيه ايوه ظل يستنى فيا انا باش نكمل كيف كانت للرب نعمل فيه شيء قديش تحتك فلوس ها انا والله خيرات ربي قديه خيرات ربي ايه قديه نحبش ما نحبش نحكي عن روحي ايه قديش قديش يتراوح وكيكه في 500 كاو زي خويا نحن ضربي ونفط المطار سلاحة شوية خويا كيف عندي هكا تتسمى فقري قدام نعرف عاد انت راس مربي يطلع فقري عاد انت نروح نهبط الشغل وين الكهرباء خلنا نابطو بيها للمحل وين الكهرباء هيا هزني هزني ما عصري خلينا هذي بقى ما انا نشوف هابت بينا هكا هابت صغيرة خنشوف نو عندي شوية شوية عصير بالله عندك شوية جي عصير حاضر ايه هيا ليه حاشنا بالعنب احنا طبعا نضم شوية عنب ونمشي مريك عندي شوية راو الواين عنب واين هيا ليه تمر دي من هذاك هي هم يصير خنوريك الخدمة فيه من نقص شوية صنيع يخدم على الريحة مغلق بل كان نتصور هنا نكسر شوية من البريير زي نتعدي كل من ندخل بعد كيف نفوف نظام وليت قطع ليه من ايش قطع جملة زي وبعد اخدم الخدمة نسيبش خلينا شوف شوف يضرب في الراجل شوف شوف يضرب في الراجل ها ها هو يضرب في الراجل ركبوا فيه الوليدة هيا نمشي هادي يبعد من كرب ماشي الرافيه هنا الرافيه هنا هي برا وينك يا اخي مازلت في بلاستيك انا صاير اتحرك مش رافيه لا لا واضح ارجع ارجع البلاصه هذيك ارجع الرافيه ايزي بي
يا حمادي الكهرباء القدرة رفع فوق الكهرباء فوق دز دز هي حط في جيبك كوينات لوين مرر مش قاعدين كيف احنا بنقول نتحرك هذاك ماك الشجره والله يا وسيم النجم نقول له ما انت الحكي هذه تو خويا كان حكينا ديسكورد ولا موضوع نقول له ما في الار بي خويا ما نجمش نقول له حي حي هادي تنحي في العنب خويا سيس روح سيس تو الطيارات اللي ترش لهنا جوها باهي مرات خاطر في بالي تطيح يا ودي ولا والمنطاد يطيح الطيارة تتعدى والمنطاد يطيح هتنحبكم يا وسام اسمعني اها نغادر انا لا يا سام هتعمل ايش هنغادر اللي خليك ما بس حمودي عرفي امريكا نشوفه في الدويرة اي شباب نخليكم خويا بالرسمي تعبت الليلة هذي شو اقول لكم دقيقة واحدة بالرسمي الولاد سيبورتو خونا بربور ادمين معنا في السيرفر بالرسمي الناس كل تمشي له خويا تتفرج فيه وعلى خير على خير على خير بونا نوتي وان شاء الله ليتكم زيناي خليني وحداني نطبس الربي ما عندي شيفاني اللي مشاني في فقري ما نسيته نرشو في قلبي وما ننسى المعاني اللي خلاني واللي عداني والله ما ننسى حتى نكون شيباني اللي صفاني مروح مساني حمتي ونعرفها وما تجيبش عدواني امي كي تبكي تهديني من داخل خسارت منيتين طبيب لقيت روحي نداوي في الشيخ والزاطل شيطاني علمني العيب غريب مغريب وما يقصش كلامي العروسة مارتها في منامي احبابي كثروا لي وحبست الماكينة نهارتي اللي ضيعت برشا اسامي وحداني وحداني نعرفش نخرج ولد امي في لساني تكرس انساني وحداني وحداني نعرفش نخرج ولد امي في لساني تكرس انساني ظروف خلتني عالدنيا ملهوف نحلم بالجنة موسيقى وافعالي وطريقي في جهنم مكشوف وش صاري نحكي ما نخبي في اسراري نحكي في اضراري تجيب لي مصواري واللي يكرهنا معروف وحيدة وما نخلي من صغر الشارع علمني فصلي اش حسيت نهار اللي خنكتو شيطاني طبست الراس ووليت خويا نصلي ربي فسر لي طريقي سكر لي حكمة الاخضار ومكتوبي سطر لي نحب نضحك في موتي كيما فلسطيني ما نحبش خويا الموت كيما بوب مارلي وحداني خسر لي مطفية ناري من الصغرى معديها سفاري اش خلاني طاير نحوس عاللورو فلوسك يا تونس ما تعلي لي داري وحداني صايع من اللي خانوه من اللي في الشيخة مجاني وعطوه تبعت الضريبة من هم اللي طاري مخي اللي خيخ قريب يا الحسوب وحداني وحداني نعرفش نخرج ولد امي في لساني تكرز انساني وحداني وحداني نعرفش نخرج ولد امي في لساني تكرز انساني يسينا في الشدة برشا خلو بينا مريع من الدنيا فروحنا شكينا حتى اللي بغينا رو جينا عادينا بنقص هداري
يا نموتوا يا جيره يا نكونوا، واللي ناوينا في البيعه بايعينه، واللي نورنا بالجنه لحقينه.